الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم في قناة نيفسين كويستشن. طبعا الفيديو ده الجزء الثاني من شرح منهج الفارما كامل. لو ما كنتش سمعت الجزء الأول هتلاقي اللينك الجزء الأول في الوصف وفي أول تعليق بس، وما تنسوش اللايك والاشتراك، ونسيبكم مع بداية الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إياه، سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، واجعل الصعب إذا شئت سهلا يا رب العالمين. إن شاء الرحمن النهاردة هنشتغل في حاجة اللي هي عبارة عن التخدير، اللي هي الأناليزكس. محاضرة لذة جدا إن شاء الله، وخفيفة وسهلة، بس هي المفروض نفهم الفكرة العامة اللي فيها، بعد كده ناخد دواء دواء. أعتقد دي الجدول فيها هيبقى صعب حبتين، لأن هي لازم نفهم الفكرة. إذا كان فهمنا كل سنة وأنت طيب، الدنيا هتبقى زي الفل وماشية زي اللوز معانا. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الأناليزكس يعني لازم نفهم اللي هي المسكنات أو التخدير. طب أنا هنا هسكن إيه؟ هسكن الألم. طب هو مش لازم أفهم برضو الألم عبارة عن إيه؟ هنيجي هنا عند الرسمة دي، وهنلاقي اللي هي في أول رسمة في الملف اللي أنا عامله، الألم عبارة عن إيه؟ مثلا هنا إبرة شاكتني في الصبع ده، تبدأ في إشارات كيميكال ترانزميتر، مواد كيميائية بتبدأ ترسل من هنا، تخش على السباينال كورد، من السباينال كورد تطلع على الدماغ اللي هي السيريبرال، من هنا بقى بتفرز مواد. المواد دي هي اللي بتخليني أشعر بالألم، اللي هي الإشارة العصبية اللي هي الألم عموما. يبقى تشك هنا في صباعي، الإشارة هتبدأ تطلع من هنا، تطلع من هنا، تطلع على السباينال كورد، وعن السباينال كورد تطلع في السي ان اس، بعد كده تنزل إشارة تاني اللي هي يعني إزاي أتحداها. فالمهم هنا من الحتة دي والحتة فوق دي بتفرز مواد كيميائية هي الألم، هي اللي بتديني الشعور بالألم. يبقى أنا لو لغيت مثلا المواد اللي هنا والمواد اللي هنا، أنا كده هلغي الألم. دي الفكرة بتاع الأنالجيزكس، إن هي ألغي أو أضاد أو أعمل حاجة للمواد دي، او الغي او اعطل المسار ده، كده انا عطلت الالم في جسمي. ودي فكره التخدير عموما، يعني ان انا اعطل حاجه من المسارات دي، اللي هو مثلا اشاره من الصوب على حد السبانال كورد، ومن السبانال كورد لحد السيريبرال فوق، كده انا عملت ايه؟ تخدير او مسكن. نيجي نشوف الكلام اللي في المحاضره، بسيط جدا. الانالجيزكس هي عباره عن ان انا اقلل القدره اللي انا استقبل بيها الالم، يعني انا هقلل الاشاره اللي هي اللي احنا قلناها من السبانال كورد، هقلل قدرة الإشارة دي إن هي توصل للدماغ، كده أنا عملت مسكن وتخدير. وزوت لوز أوف كونشنسس، يعني أنا مش هفقد الوعي. كونشنسس يعني هو الوعي، اللي أنا مش هفقد الوعي ده، أنا هعمل تخدير زي مثلا الإسبراي أو زي مثلا أي حاجة مسكنة كده، أنا ما فقدتش الوعي لكن أنا عملت الألم. ده اسمه تخدير عام مالناش دعوة بيه، خلينا إحنا بس إيه في المسكنات أو التخدير الموضعي اللي هي الحاجات البسيطة. قسموهم اتنين، يعني كلاس أوف أنالجيزكس هي ناركوتكس أوبيويد ونون ناركوتكس. هنا قسموهم على حسب المكان اللي هيشتغلوا فيه. في اللي هي الناركوتكس اللي هي الاوبيويد، اللي هي تشتغل في السي ان اس، اللي هي تقريبا في السباينال كورد اللي هي الرسمه اللي انا قلتها لكم دي، يا اما هتشتغل في السباينال كورد يا اما هتشتغل في السيريبرال، تمام؟ دي الاوبيويد اللي هي الناركوتكس. في نوع تاني اللي هو اسمه نان ناركوتكس، ده جدول ده انا جايبه لكم من يعني بعيد ويعتبر مش عليكم، لكن نفهم الفكره. ده النان ناركوتكس اللي هي النان اوبيويد اللي هو بيشتغل على البريفرال. بقول تاني عشان نفهم برضه، ده يعتبر السي ان اس اللي هو السباينال كورد، السريبرال والسباينال كورد، دول اسمهم سي ان اس. البريفرال اللي هي تبدا من الصوبع ده، الصوبع لحد ما يوصل للسباينال كورد اسمه بريفرال سي ان اس، تمام؟ البريفرال اللي هو البريفرال عند سي ان اس بريفرال نيرفا سيستم، تمام؟ يبقى في سنترال وفي نيرفا، في بريفرال. السنترال اللي هو السباينال كورد والسريبرال، ده السنترال. البريفرال اللي هو خارج الاثنين دول، اي حاجه خارج الاثنين دول اسمها بريفرال، يعني خارجي. يبقى سنترال مركزي وبريفرال طرفي او خارجي. احنا هنشتغل في الاوبيويد اللي هي ناركوتكس عذره على السريبرال، وهنشتغل على حاجه اسمها السباينال كورد معذره. تمام. اما الاوبيويد انا هشتغل على البريفرال. ناخد الجدول اللطيف ده عشان نفهم الفكره العامه. الافيكاسي الاوبيويد طبعا انت بتشتغل على السنتر، انت بتقتل الالم من جذره زي ما بيقولوا، ده قوي. لكن النان ناركوتيك اللي هي حاجه ضعيفه. البروتايب دي معناها البروتوتايب اللي هي الاب الروحي زي ما بيقولوا ليهم، او اول دراج اكتشفوه في العائله دي، او الدراج ده اللي احنا بنستخدمه ونشتق منه حاجات تانيه.
عندي في الناركوتيك هو المورفين، في النان ناركوتيك هو الاسبرين، ودول هتاخدهم في المحاضره اللي هي البروتوتايب، يبقى المورفين والاسبرين. طيب البين ريليفد اني تايب الماسكولو سكليتال، هنا البين ريليفد على حسب، في مثلا في بين جاي مثلا من الثيرمال الحراره، في مثلا جاي من اللي هي جاي مثلا من الالم، جاي من الشكه، في انواع الالم، في انواع الاحساسات دي احنا خدناها، دي غض النظر عنها لان هي مش مطالب بيكو ليها، بس انا بقول لك يعني طيب يعني ايه الفكره، يعني مثلا في الم جاي من شكه، في الم جاي من حراره، في الم جاي من ضغط، في الم جاي مثلا من قطع، كل دي انواع للالم بتيجي، فاحنا مالناش دعوه نتغض النظر عشان مش مطلوبه بيكو دي، حتى هناخدها ان شاء الله فيما بعد. السايت اوف اكشن زي ما قلت لك ده سنترال ده بريفرال، وممكن يستخدم سنترال لو عملت رفعت الدوز بتاعته، بس احنا خلينا نقول ده بريفرال عموما. يعني الميكانيزم ده سبيسيفيك ريسبتور، ده بيشتغل على ريسبتورات معينه، لكن ده بيشتغل على حاجه اسمها البروستاجلاندين. ايه هي البروستاجلاندين دي؟ هي هناخدها ان شاء الله في السلايد اللي بعد كده هناخدها بالتفصيل، لكن خلينا احنا هنقول هنا هنشتغل على سبيسيفيك ريسبتور على حاجات في السي ان اس، وهنا هنشتغل على البروستاجلاندين، دي حاجات هقول لك معناها ان شاء الله تحت. ايه المخاطر بتاع الاوبيويد اللي هي المسكنات دي النوع ده؟ انا الوقت انا بقول لك ملخص يعني جدول ما بين الاثنين كاسم، اعرف بس ان ده اقوى وده اضعف، اعرف ده مورفين وده اسبرين، لحد ان شاء الله لما نخلص المحاضره هتلاقي الدنيا وضحت معاك زي الفل، اللي ما تستعجلش على المعلومه. يبقى ده سترونج، ده ويك، ده مورفين، ده اسبرين، ده سنترال، ده بريفرال، ده سبيسيفيك ريسبتور، ده البروستاجلاندين. الدانجر يعني الخطر، المخاطر بتاعته زي ما نقول يعني سايد افكت مثلا، دي تولرانس او ديبندنس، ودي جي اي اريتيشن. يعني تولرانس ديبندنس زي مثلا المورفين او المواد اللي هي المخدره اللي هي اللي انا بعتمد على ادمانها، يعني مثلا انا خدت كميه مثلا 5 مللي اول مره، ثاني مره هاخد 6، طب الخمسه دي راحت فين؟ انا اعتودت عليها مش هتاثر فيا، يبقى اول مره خدت 5 ما ينفعش ثاني مره اخد 5، لا لازم اخد 5 وسنه. طب بعد 10 15 16 مره، لا ده انا هاخد 7 8 9 10، دي اسمها تولرانس وديبندنس، الجسم بيتكيف على الجزئيه دي، يعني انا عايز اقوى، يعني عايز اكتر، يعني عايز ازيد، زي فكره المخدرات، الواحد بياخد شمه بكره مثلا شمه وحته، بعد كده شمتين، بعد كده بيتلحس يا عايز كيس مثلا، ودي فكره الحجم برضه، بياخد حجم مثلا 1 مللي، بعد كده 2 مللي، بعد كده 3 سم. طب ايه الفكره؟ هو الجسم اتكيف على 1 مللي، مش هي خلاص انا مش هيعمل لي حاجه الواحد ده، انا عايز اتنين اكتر، عايز اتنين عشان اوصل لحاله الايفوريا اللي هي مرحله النشوه، اللي هي مرحله اللي انا ابقى مبسوط. عايز كم اكتر عشان اخدر الجزء ده؟ اتمنى تكون وضحت. يعني دي التوليرانس معناه، او الديبندنس يعني انا الكم ده انا عايز اقوى منه علشان ابدا اديك التاثير اللي انت عايزه. الجي اي تي اريتيشن طبعا دي نون ناركوتيك، بتبقى تقريبا بتتاخد بالاورال، بتبقى تعمل لي اريتيشن، او عموما من الجي اي تي بس يعني، لا اي حته بيتحط فيها ممكن يعمل لي اريتيشن، هناخد برضه بعد. انتي انفلاماتوري دي مش هينفع، اوبيويد انتي انفلاماتوري لا ما تنفعش، دي انتي انفلاماتوري ليه؟ لان الانتي انفلاماتوري وانتي بايريتيك وانتي بليتلت حاجه اسمها الكوكس واللوكس، ده حاجات موجوده تبع البروستاجلاندين، برضه هناخدها بعدين، بس انا حبيت اديك الجدول ده تبص بس عليه بصه وتعرف احنا هنتكلم في ايه بالظبط، بس واحده واحده ان شاء الله الموضوع هيبقى زي الفل. قلنا هناخد النربوتيك اكت مين اللي في السي ان اس طبعا قلناها، والمورفين البروتوتايب بتاعه، النان ناركوتيك يشمل عائلتين، يبقى نان ستيرويد اللي اسمها النسايد، يا يعني اما عندي باراستامول، دي يعني اسماء عائلات، يعني النان ناركوتكس دي تتكون من عائلتين اللي هي نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري، وتستخدم من عائله ثانيه اسمها الباراسيتامول، انواع من العائلات من الادويه كده فرما. دي اكت مينلي ان ذا بريفرال از انتي انفلاماتوري والسام سي ان اس اكتيفيتي، لكن الاساس اللي هو الاساس اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه؟ البريفرال، تمام؟ والسي ان اس احيانا ماشي يعني مفيش مشاكل الاثنين مع بعض، لكن لما بتزيد الدوز بتاعتها على ما اعتقد يعني. زي ايه؟ زي الاسبرين والايبوبروفين، تمام؟ وعندي العائله الثانيه اللي هي الباراستامول. هنبدا ناخد المورفين اللي هي البروتو تايب بتاع الاوبيود. المورفين طبعا احنا عارفين المورفين هي ويل ابزوربت فروم الجاستروانتستاينال تراكت، يعني لو خدت جرس مثلا مورفين هيبدا يمتص معايا، تمام؟ زي اي مخدر الماده بيبقى تمتص، واحنا عرفنا الباسوي بتاع الجي اي تي، بعد كده بيروح على الليفر، بعد كده بيروح على الكيدني وكده. لكن بيقول لك لو انت خدتها انتراماسكولار او انترافينوس هتبقى ليها تاثير اقوى، ليه؟ اعتقد دي كتلت بحثا معانا في حاجه اسمها فيرست باس ميتابوليزم، اللي هي عن طريق الليفر او عن طريق بتقتل جزء منها عن طريق الاتش سي ال او الحمض الموجود، الماده اللي هي الموجوده في الفم اللي هي بتقتل بعض الانواع الدواء جزء صغير، والاتش سي ال اللي موجود في المعده، والليفر برضه بيبوظ شويه، فده كله بياثر على قوه الدواء، تمام كده؟ تمام. الديستريبيوت
two old tissue and it passes through placental barrier neonatal asphyxia during labor. ليه طيب؟ هناخد فيما بعد اللي هي المورفين ده بيخش الجسم بيعمل ايه؟ اول ما بيمتص في الجي اي تي طبعا وبيمتص، خلينا نخش للاخر اللي بيروح للدم بيعمل ايه؟ لو قلنا مثلا ده كله هيتقال بعدين، مثلا هقول لك الحته دي، لو قلنا مثلا بيروح النفس بيعمل ايه في الريسبيراتوري سنتر اللي هو في الدماغ فوق بيعمل ايه؟ ما احنا قلنا بيشتغل في السنتر، والسنتر ده فيها مركز التنفس وفيها مركز الكاف الكحه، فيها مركز الاكل، فيها مركز الشبع، فيها مركز ضربات القلب، فيها مركز الحراره، ده كله في المخ. هو بقى عيوبها بتشتغل في السنتر، تروح في السي ان اس بيعمل ايه بقى في الريسبيراتوري؟ بيعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديبريشن، يعني بيهدي النفس. الواحد اللي بياخد مسكن مثلا هو داخل العمليه، اول ما بياخد المسكن لو انت قاعد تتفرج عليه بتحس ان نفسه بدل ما كان خايف تنفسه يقل خالص، وبياخد النفس ورا الثاني بتعد له. طب انت في حاله النيونيتال ده طفل بيتولد، نيونيتال يعني طفل جديد لسه بيتولد ديورنج ليبر يعني اثناء الولاده، ده لسه بيتولد، طيب امه هتبدا النفس بتاعها يجي، طب ما الطفل ده عايز اكسجين اصلا، يعني الطفل ده خلاص هيحتاج اكسجين عن طريق الامبليكال كورد اللي هو الحبل السوري، لسه ما اتولدش، ده هيقعد مثلا ممكن يجي نص ساعه جوه بطن الام عشان يعمل، فالاكسجين لو قل في الفتره دي هو ممكن يموت، اسفكسيا يعني اختناق، ممكن يحصل له اختناق الطفل ده. يبقى انا لازم اخد بالي وانا بدي المورفين لواحده مثلا بتولد، تمام؟ ممكن يحصل نيونيتال اسفكسيا ديورنج ليبر، ودي برضه تبع المخاطر بتاع المورفين. طب انت هتقول لي مثلا في ناس في الولاده بياخدوا بعض الادويه، اقول لك اه طبعا بس مصرح ليها. خلينا ما نتوهش بعيد عن الموضوع، يبقى ده ابزوربت في الجي اي تي، وطبعا يبقى هيديني نتيجه احسن لو انترا ماسكولار او انترا فينس. وليه برضه؟ لان قلنا هيبقى ليه فيرست باس ميتابوليزم، ده لو في حاله الجي اي تي بيخش كل الخلايا خاصه في السي ان اس بيأثر فيها اكتر، ولو فوق واحده بتولد مثلا هيخش تبع البلاسينتا وهيقلل لي اسفاكسيا. اقول لك حاجه كمان حلوه، هو مش بس بيقلل النفس بتاع الام، لا ده كمان بيخش البلاسينتا عن طريق الامبليكال كورد، وبيخش في دم الطفل وبيعمل له ريسبيراتوري ديبريشن، يعني بيقلل نفس الطفل. تخيل يعني الطفل هيلاقيها منين ومنين؟ انت متخيل معايا؟ ودي اعتقد السبب، انا اسف ممكن اتلخبطت بينها، بس دي السبب الرئيسي، اللي هو لما هيعدي البلاسينتا هيروح لدم الطفل، فدم الطفل هيخش على طول على السي ان اس بتاع الطفل والريسبيراتوري سنتر بتاع الطفل، هيعمل له ريسبيراتوري ديبريشن، فبالتالي الطفل النفس بتاعه هيجي. طب ده طفل عايز نفس سريع، يعني لسه الجسم ما تشبعش بالاكسجين قوي، ده لازم يعني اول نفس لازم يبقى فيه عياط زي ما بيقول، اول الاول العياط اللي هو بيعيطه الطفل ده لازم عشان ياخد كم كبير من الهواء عشان تبدا اللنج بتاعته تعمل اللي هي تعمل يعني تتكيف على الجو الجديد وتبدا تشتغل، فعايزه كم كبير اللي هو لما بيعيط بياخد نفس جامد، فده برضه هيساعدني لما انا ادي له مورفين، فانا هبوظ الدنيا دي كلها، فكده الدنيا بتاعته هتخرب خالص، وكده الطفل هيحصل له اختناق، يبقى هيحصل له اختناق من الحالتين. بدالك هنا جالك السي ان اس افكت، هو بيعمل ايه في الافكت؟ انالجيز يعني تخدير ماشي، ايوفوريا يعني نشوه، يعني انبساط زي ما قلت لك كده، الواحد يبقى ما حدش جد دي، هم الجماعه دول، ما هي الادويه دي تتبع جدول، يعني ايه جدول في الصيدليه؟ يعني تبع اشارات طبيب، ما ينفعش حد ياخدها، في ناس بتضربها طبعا، في ناس بتضربها وتاخدها كهي هيئه مثلا مخدرات. طيب يبقى بيعمل انالجيزيا، بيعمل ايوفوريا، طب تبع ريسبيريشن، احنا بنتكلم على السي ان اس خلي بالك. الريسبيريشن بيعمل لي بيقلل لي التنفس. طيب نوزيا وفوميتنج، هنقول لي لا النوزيا والفوميتنج دي مش في الجي اي تي، اقول لك لا يا حبيبي، في مركز للفوميتنج في السي ان اس اسمه فوميتنج سنتر، هو بيقلل، يعني لو واحد عنده فوميتنج ممكن اديله الدواء ده ينفع معاه، وده في اليوزنج اللي هناخدها بعدين، تمام؟ لو واحد عنده نوزيا، واحد بيرجع كتير، هو بيقلل لي اللي هي الناس اللي الواحد بيبدا يرجع. بص لو ايه في الجي اي تي بتاعك، يعني لو حطيت يعني اكتر حاجه ممكن تبقى وحشه في بطنك، اللي هي واحد يقول لك انا لو خدتها هرجع على طول، واديتك دواء يقلل لك الترجيع من السي ان اس، استحاله ترجع الدواء ده، جسمك بعيد غصب عنه هيتعامل مع الدواء ده جوه بطنك وخلاص، انت كده مش هترجع حاجه خالص، يعني انت المركز من فوق ادى اشاره مش هرجع، مش هعاود، يعني مش هيحصل ترجيع او معاوده. خلاص تمام؟ يبقى عشان اعمل فوميتنج لازم يبقى في اشارتين، اشاره من فوق لاشاره للجي اي تي، واشاره للجي اي تي اللي انا هبدا ايه؟ ترجيع، تمام كده؟ الميوزس يعني ضيق حدقه العين، ودي اجيب لك لها رسمه عشان ليه هقول لك ليها كلينيكال، ليها شايف؟ ده ميوزس. شايف حركة العين الطبيعية؟ اللون الأسود ده اللي بعمل عليه بالسهم ده اللي في النص. شايف فينا؟ ده يوني لاترال، شايف العين دي ازاي؟ البؤبؤ بتاعها الأسود ده صغير وده كبير، ده عادي طبيعي لكن ده صغير. خلينا في ده، شايف فينا؟ تحس إن النقطتين، ودي بنعرفها في الناس اللي واخدوا كمية كبيرة من المخدرات، اللي هم بيشربوا مخدرات أول مرة ويعدوا مثلا على مستشفى، أو واحد يغمى عليه من كتر المخدرات زي ما بنشوف في الأفلام، يجي على طول الدكتور عامل عليه كشاف في عينيه، أول ما يشوف النقطة دي النقطتين دول في عينيه بس ده خد مخدرات، حتى لو حلفوا له بمصحف ده خد جرعة زيادة مخدرات، وبالتالي المورفين مؤثر على عينيها.
تمام. دي بقى المايدريزيس اللي هي اتساع حدث في العين، مالناش دعوه بيها، بس يعني الاختلاف ده اتساع وضيق، شايف الفرق؟ بس حبيت اوريك الاختلاف. يعني احنا خلينا في دي اسمها بيت بوينت بيوبل، يعني بيت بوينت بيوبل دي مخصصه بالمورفين. يجي يقول لك واحد وخد دواء معين وخد جرعه زياده وهو في الاسعاف، المسعف فتح عينيه لقي بيت بوينت بيوبل، خلصوه ما تكملش مورفين على طول، ده اخد مورفين. تمام. نكمل في طب الكارديو فاسكولار افكت ده، بس بيأثر لي في الكارديو فاسكولار، بيأثر لي يعني على حاجات بسيطة، مش بيأثر في حاجة قوية يعني. وخاصة يعني انت لو واحد خد تخدير مثلا، يعني لما تعرضت للتخدير اول ما قمت حسيت مثلا ان انا يعني اقوم ادوخ، يعني كل ما جرف اجع. ليه؟ لان اقوم احس ان انا دايخ اجع. اورثوستاتيك هايبوتنشن دي معناها تغيير الضغط او نقص الضغط كلما تغير وضع الجسم، يعني انا نايم هقوم كده هيتغير وضع الجسم، يبقى الضغط يقل هحس ان يغمى عليا. طب انا قاعد مثلا همشي هحس ان يغمى عليا، تغيير وضع الجسم هيديني تاثير عكس ان الضغط هيقل. تمام. الجي اي تي افكت كونستبيشن اند ريليف دايت. طيب تعال نشوف الدواء ده اثاره، طالما بما ان الدواء ده مثلا في السي ان اس، ويعني بيبقى ليه شويه تاثيرات سايد افكت، او مش تاثيرات او حاجات على الحاجات غير الاستخدام الاساسي. تعال نقول تاني، المورفين اصلا بيستخدم انالجيزيا ويوفوريا. تمام. وريسبيريشن وريسبيراتو ديبريشن. امين. في بعض الاستخدامات الجانبيه اللي احنا ممكن نستفاد منها زي ايه؟ زي واحد عنده كونستبيشن مزمن. لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليه استخدامات جانبيه او تاثيرات بيأثر فيها المورفين في الجسم، انا ممكن احتاجها او ممكن الاحظها اثناء بدي جرعه المورفين. طيب هو بيعمل ايه ده؟ اول ما بيخش على الجي اي تي المورفين ده بيعمل حاجه اسمها كونستريكشن اول سفنكتر ان جي اي تي. يعني انا عندي المعده عشان تفتح في الديودينم اللي هو الاثنى عشر بيبقى فيه سفنكتر، يعني زي ما يكون صمام كده، صمام كده. تمام. طب والجي اي تي اللي هو السمول انتستن عشان تفتح مثلا في اللارج انتستن لازم يبقى فيه صمام زي بلف كده، حاجه بتفتح وتقفل زي سفنكتر، يعني زي صمام كده. تمام، زي في الاسوفاجس في المريء الصمام اللي بيفتح الاسوفاجس على الجي اي تي. المورفين بقى بيكفل كل الصمامات دي، وكانه بيمسك الجي اي تي كله بيديه وبيعصر كده، انت مش هتنزل حاجه، انا هقفل عليك كل حاجه. فبالتالي انت قفلت الصمام اللي بيخرج منه الفيسز اللي هو في الكولون اللي هو من تحت خالص، وهتقفل الصمام بتاع المعده، يبقى بالتالي الجسم هيبدا يمتص كل المياه اللي موجوده جوه، فهيحصل عندك كونستيبيشن مزمن. تمام. طب هل ينفع استفاد دي كلينيكال؟ طبعا ينفع استفاد فيها. ازاي؟ واحد عنده ضيارية رهيبه، واحد عنده ضيارية شديده جدا، اديله مورفين هيحصل عنده كونستبيشن. تمام، كونستبيشن يعني امساك ضيارية، يعني امساك. انكريز ان بايلاري بريشر، قلت لك انا هيمسك الجي اي تي كله وبيعمل له اعصار. يعني ايه البايلاري بريشر؟ عارفين الليفر بيصب العصاره بتاعته في البايل، البايل سيستم، البايل سيستم بيصبها على طول في الاثنى عشر، البايل اللي هي العصاره المناعيه يعني. فالقناه دي طبعا فيها سفنكتك، فهو برضه بيقفل السفنكتك ده، فبيعمل فبيقفل كانك مثلا يمسك البالونه وقافل من قدام وبتدوس فيها من ورا، طب ما الضغط فيها هيزيد. هذه نفس الفكره، الضغط جوه البليه هيزيد. وكونستبيشن ليه برضه؟ كونستبيشن تخيل البالونه دي يعني بترشح ميه، فبالتالي كل الفضلات اللي موجوده عندك في جسمك، الجسم هيبدا يمتص منها الميه، فبالتالي هتبقى متحجر، يبقى عندك الفيسس والاخراجات بتاعتك متحجره، لان انت قفلت كل الاسفنكتر. نقول تاني، اليورينري تراكت ات مي كوز يورينري تنشن، ما انا قلت لك قفل برضه اليورين. انت عندك الاسفنكتر اللي بيفتح اليورين، في واحد بيفتح بارادتك وفي واحد ما بيفتح من غير ارادتك، انا بتكلم على الميل مثلا وهكذا في الفيميل، يبقى اللي بيفتح من غير ارادتك هيفضل مقفول لان المورفين هيكفل، طب ما البول هيتحبس، هيحصل عندك يورينري تنشن، احتباس بولي اثناء الولاده برولونج سكند ستيج اوف ليبر. طب تعال نفهمها، يعني ايه سكند ستيج؟ فيرست ستيج ادينا شايفين احنا فين، ادي فيرست ستيج اهي، لسه الطفل يعني هيبدا يفتح عنق الرحم، هيبدا يحصل له ايه؟ كونستريكشن، ويحصل له دايلاتيشن. تمام، كونستريكشن للوول ودايلاتيشن في السيرفكس، وهيبدا الطفل ينزل. شايف الطفل يبدا يلف، هيبدا يحصل دايلاتيشن اكتر، يبدا يحصل دايلاتيشن اكتر. شايف دي السكند ستيج اهي، شايف السيرد ستيج، السيرد ستيج اهي، ايه ده؟ هي بس ماشيه كيف؟ ماشي، الفيرست ستيج اهي. تمام، ادي الفيرست ستيج، سكند ستيج اهي، شايف؟ بص، ادي السيرد ستيج، ده في الاخر خالص، يبقى سكند ستيج يبقى هنا كده. في الحته دي بقى المورفين هياخرها. ليه هياخرها؟ السيرفكس وعنق الرحم يا شباب
بيشتغل عكس، يعني الوول بتاع الرحم ده الوول ده بيبدأ يزج الطفل لبره، العنق ده بيبدأ يفتح، هو بقى هيجي يقفل، مش هيقفل خالص، هيضيق. احنا قلنا بيعمل يقفل كل حاجه، يقفل الصومال، فلو ده اتقفل هيعطل الولاده، هيعطل السكند ستيج، لكن الفيرست ستيج هتبقى تمام، هيحصل في دايلاتيشن، ايوه هيحصل في دايلاتيشن، وهيحصل كمان كونستريكشن من الحته دي. بص، العنق اللي هي الحته الضيقه دي اسمها عنق الرحم، لازم يحصل فيها دايلاتيشن، تمام. الوول دي لازم يحصل فيها كونستريكشن عشان تضغط الوول مع الدايلاتيشن اللي هنا، الطفل يبدا يطلع لبره. شوف بص، يضغط هنا ده يفتح يطلع الطفل لبره. طب انت بقى هتدي له مورفين هيعمل لي كونستريكشن هنا، طب ما ده هيعطل الدنيا، هو مش هيعمل كونستريكشن خالص، فده هيعطل السكند ستيج. تمام، عرفنا السكند ستيج، يبقى ادي الفيرست ستيج اهي، ادي السكند ستيج، ادي الاخيره دي البلاسينتا بتنزل لبره. اعتقد كده فهمت، بس ممكن تكون ملخبطه شويه. ادي الفيرست ستيج، ادي السكند ستيج اهي، يبقى الحته دي هي اللي هنتاثر فيها، ادي السكند ستيج دي الحته البلاسينتا هتبدا تطلع بيها، ما علينا يعني، بس انا حبيت اوريكي البلاسينتا وتعرف يعني ايه السكند والثيرد والكلام ده. يجي بقى يقول لك انا بستخدم ليه المورفين، اعتقد قلناها مثلا انالجيزي. طيب يا سيدي، ريليف اوف بين فروم مايوكارد الانفاركشن، اللي هي ذبحه صدريه، اللي هي بتبقى يعني الانفاركشن دي يعني موت عضله القلب، بيصاحبها الم ابن لذين، الم شديد قوي. او مثلا في البيلر كوليك، اللي هي مثلا احتباس العصاره المراريه، يا نهار ابيض. او رينال كوليك، اللي هي احتباس البول، ده بيبقى الم ابن لذين، لازم اعمل له ايه؟ لازم اديله مثلا حاجات زي كده اللي هي انالجيزا تخدير. ديزنيا ديو تو بالمونري اديما، بص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، في الحته دي والله لسه في كلام، يعني لسه في كلينيكال ترايل بتتعامل، ولسه في ابحاث بتعمل عشان تثبت ان المورفين يعني مهم في الديزنيا. ديزنيا معناها شورتنس اوف بريس، يعني قصر النفس، يعني بص دي معناها ديزنيا، قصر في التنفس، ديو تو اديما. في بعض الابحاث بتقول ان هي بتعمل فاسكولار دايلاتيشن، فده هيؤدي مثلا الى اتساع البلمونري، فده هيؤدي الى سهوله النفس. في ناس هيقول لك لا، ده انت شورتنس اوف بريس بيؤدي الى ان النفس يبقى سريع، لا انا مش عايز كده، انا عايز النفس يبقى بطيء عشان يحس الانسان بالراحه وياخد النفس كامل. برضه بعض الناس قال لك برضه لا، ده ليه علاقه، يعني بص في كلام كتير، في كلام كتير يعني في الحته دي، بس انت احفظه، هو ممكن يستخدم في الديزني. تمام، لما انا بحثت عنها لقيت ليها كلام كتير قوي، يعني كلام كتير قوي على جوجل، يقول لك في كلينيكال ترايل بيتعامل عليها، يعني ابحوث يعني بيتعامل عليها. تمام، بس هو ممكن يستخدم ليه. تريتمنت سفيق دايريه، لسه جايلين هالدايريه، هو بيعمل اصلا كونستيبيشن، فهينفعني في حاله الواحد عنده اسهال. طب لو واحد عنده اسهال هديله مورفين، هيؤدي الى هيمسك الدايريه شويه، هيبدا يمتص شويه ميه. تمام. تريتنج كاف، بص صل على النبي، كاف سنتر والفوميتنج سنتر الاثنين يعتبروا في المدلة اوبلنجاتا او حته في البرين ستيم، مع الاثنين دول بيبدا يتقفلوا او يعمل لهم انهبيشن، فانت كده هتقلل الكاف اللي هي القاحه، وهتقلل الفوميتنج. لو واحد عنده مثلا خد مثلا، اقول لك يعني في دواء بناخده بيعمل لك فوميتنج صعب جدا، ما بتقدرش تلحق نفسك من القحه والفوميتنج منه، فبنديك مورفين تحت اشراف طبي عشان يقلل لك القحه والفوميتنج ده. تخيل يعني، شوف القحه بتوصل لايه، مش قادر يستحملها، بيموت منها، نديله مورفين عشان يقلل الحته دي، يعني انت بتخش على طول على السي ام اس. البريكوشنز والكونتر اندكيشن، يعني الحاجات اللي ما ينفعش اديها حاله المورفين، مثلا اثناء الولاده، شفت احنا قلنا ايه، اثناء بتطول المرحله الثانيه، ما بالك لو اديناه بقى غباء بين المجال، ده ممكن يموت الطفل، اسفاكزيا، اختناق. ان ازماتيك بيشنت، اللي هي بص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، هو يقول لك ايه، في الناس اللي عندهم ازمه الدواء ده ريليز اوف هيستامين، المورفين شوف هنا، يعني هيجي في السايد افكت، هيقول لك التوكسيسيتي المورفين عشان تاخد الجملتين، اليرجيك رياكشن، يعني هو بيساعد ان هو يطلع الهستامين، بمعنى الازمه معناها ضيق في البرونكال، مش قادر تتنفس. اللي بيعمل الازمه دي ممكن يبقى هستامين، يعني ايه الهستامين، بيعمل لك حساسيه، الحساسيه ممكن تجلب معاك بازمه. انا لو اديتك المورفين، المورفين هيزود خروج الهستامين، فالهستامين لما هيخرج هيدي يبوظ لك الدنيا، زي ما يقولوا بيزيد الطينه بله. تمام كده، تمام، الهستامين يبقى هيزيد الطينه بله، يبقى احنا ما ينفعش نستخدمه في الناس اللي عندهم ازمه، وبالتالي السايد افكت، الاثار الجانبيه بتاعته هتبقى الالرجيك رياكشن، هو هيعمل لي الرجيك. ليه؟ لان هو هيزود لي الالرجيك، وبيعمل لي كمان برونكو كونستريكشن، لان الهيستامين بيعمل لي برونكو كونستريكشن يا شباب.
اللي هي الازمه يعني، بيعمل لي اللي هي ضيق التنفس يعني، يبقى بيعمل لي فازو دايلاتيشن وبرونكو كونستريكشن. فهمت بقى انا بقول لك ليه في الحته دي لسه في ابحاث الحته دي؟ لان هو اصلا بيخرج هيستامين يعني بيعمل لي برونكو كونستريكشن. طب ازاي مثلا استخدمه في الديزنيا؟ بيقول لك لا ده ممكن يعمل مثلا يقلل الفلتريشن بتاع البلاد، يعمل لك في الفينس خاصه في الفينس بيقلل لك الفلتريشن اللي فيها، فبالتالي هو هيقلل لك الاديمه، فده ممكن يساعد. فلسه تحت الابحاث. في ادويه تانية بديله لها جدا وحلوه زي الدايريتكس اللي هي في حالات الاديمه زي الفيوزامايد، بتبقى حاجات حلوه يعني. ايوه تقريبا الفيوزامايد اللي هي تبع اللي هي الدايريتكس بتاع اخذناها في الكيدو. تمام كده. لو واحد مثلا سيفير هيباتيك يعني واحد عنده مشكله هيباتيك اند رينال فيلير يعني الكبد بتاعه بايظ، هتقفل له البيلياري سيستم يعني هتعمل زود له الضغط جوه الكبد، انت هتبوظ له الدنيا. ورينال فيلير يعني انت هتصدق يعني الكليه خربانه، يا طب بتنجط لك 15 16 مللي وبالسلامه، كمان هتقفل لها عشان مش هتنزل الكميه دي، فهي اصلا خربانه، انت هتزيد الطينه بله ليه؟ طيب السايد افكت الاثار الجانبيه زي ما قلت لك ريسبيراتوري ديبريشن دي اكتر حاجه مشهوره، نوزيا اند ديسفوريا كان اوكيور اللي هي غثيان كده. اكيد الناس اللي بتفوق من البنج دي بتحس ان هي عندها غثيان، لكن سبحان الله ممكن يعني بقول لك الاثار الجانبيه مش المورفين بيعمل ايه. بص في فرق لما يكون اثار جانبيه يعني انت مثلا خدت المورفين وبدا يطلع منك سنه سنه، فانت بتبدا تحس ان انت مش قادر تقوم، عندك غثيان مش قادر تصطب طولك كده. وطبعا البيلياري بريشر هيزيد، لسه جايلين هفوق البيلياري اللي هي المراره يا شباب، انكريز انتراكرينيال بريشر، لذلك اعتقد كانت موجوده وانا نسيت اقولها. ايوه ما انا بقول كده، انكريز هو بيزود لي الضغط اللي جوه الكرينيال اللي هي الجمجمه، وبالتالي في الهيد انجري يعني الجروح اللي جوه الهيد ما ينفعش استخدم فيها المورفين، ده مسكن. لا ما ينفعش، ما انت عندك اصلا انت عندك في عندك هيموريدج فين موجود؟ فين موجود؟ في الهيد. ما ينفعش ازود لك الضغط فوق علشان ازود لك الهيموريدج، فما ينفعش اديك المورفين. تمام، يبقى عشان دي سايد افكت ده عشانه كده، عشان انا ما ينفعش استخدمه ده يعني، عشان هو بيزود لي انتراكرينيال بريشر وبالتالي ما ينفعش استخدمه في الهيد انجري. تمام، كونستبيشن قلناه ويوجن ريتنشن. تمام، توليرانس اند ديبندنس يعني زي ما بيقول الادمان كده، واحد مثلا النهارده انا خدت برشام مثلا عشان اصل ترامادول، بكره لو هاخد برشام ماشي، بعد اسبوعين لو خدت البرشام ولا هحس باي حاجه، ولا كنت خدت برشام اصلا، لازم اخد برشام على النص مثلا. تمام. ناخد العيله الثانيه، احنا خدنا كده الاوبيويد، ناخد النون ناركوتكس. انا مش هقدر اعيد والله يا شباب يعني، عايز حاجه يا ريت يكرر الفيديو لان الوقت كده هيبقى هيجامد لان المحاضره فهمها طويل، وزي ما انتم شايفين سهله الحمد لله يعني. النون ناركوتكس اللي هي النون اوبيويد اللي هي النسايد اتنين، في عندك النسايد وفي عندك عائله تانية هنشوف الميكانيزم بتاعها. هي جروب من المواد الكيميائيه ذات ديفر انزير انتي بايريتك. بص يا شباب انا هديكم حاجه حلوه خالص، يا رب بس اكون ايوه. بص عايز افهمكم حاجه عشان ايه، هي مش موجوده في المحاضره بس عشان نفهم الان سايد بتشتغل ازاي وايه هو البروستاجلاندين اللي قلت لكم هنقول عليه. بص صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، في حاجه اسمها اراكيدونيك اسيد، ده اسيد من ضمن ده حمض موجود في جسمنا كويس. الماده دي موجوده في جسمنا خاصه، موجوده مثلا بتبقى موجوده في الكدني، بتبقى موجوده في المعده، بتبقى موجوده في اي حته. بتبدا تعمل ايه؟ الماده دي بيشتغل عليها كوكس اللي هو انزيم اسمه كوكسوجينيز واحد وكوكس اثنين. بعد ما بيتكون كوكس واحد وكوكس اثنين بيتكون لحاجة اسمها بروستاجلاندين 1 وتي اكس اي 2، دي ماده بروستاجلاندين اي 2. تمام. البروستاجلاندين اي 1 ده مهم في مهم اللي هو بيعمل لي جاستريك بروتكشن، يعني ايه؟ المعده عشان طب بص ازاي انا بحمي المعده من الاتش سي ال؟ عن طريق الماده دي، هي دي البروستاجلاندين، بتعمل لي ماده كده فوق جدار المعده كده بحيث لما ينزل عليها اتش سي ال ويفرز اصلا اتش سي ال ما يحرقش جدار المعده، رغم ان الاتش سي ال اقوى من الاحماض، ده ممكن يسيح الحديد يا شباب. فالماده دي هتحمي لي الجي اي تي من الاتش سي ال، يبقى هي البروستاجلاندين. وكمان الماده دي مش كده وبس، ممكن تساعدني في اللي هي بتكون لي اشارات البين. احنا مش قلت لك في ماده بتفرز في اثناء البين عشان بحس بالالم؟ هي البروستاجلاندين دي. تمام. يبقى انا لو قللت الماده دي يبقى مش هحس بالالم، فهمت الفكره؟ وكمان الماده دي البون فورميشن ما علينا، وكمان الماده دي بتستخدم لي في الفيفر السخونه. يبقى انا لما اقول لك هجيب ماده هتقلل الحراره وهتقلل السخونه، يبقى تقول تشتغل على الكوكس 2.
طب ايه الكوكسيدو ده؟ انزيم يشتغل على اراكيدونيك اسيد يحوله لي الى بروستاجلاندين اي 2، ماده برضه في الجسم، بروتين على البروتين عمارة الاحماض، المونيمر بتاع البروتين هو الحمض. تمام، يبقى شفت بقى البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اي 2، يعني البروستاجلاندين هنا مهم في، مهم اللي هو يديني شعور بالالم، مهم اللي هو يرفع لي درجه الحراره، كمان مش كده بس، مهم اللي هو يعمل لي جسر البروتكشن، وبرده ماده منها بتعمل لي بليتلت فانكشن. دي بقى نقدر نقول هذه السايد افكت اللي هي البليتلت فانكشن، بيأثر لي في البليتلت لان هي تقريبا يا شباب اللي هي بتعمل لي الجلوتينج فاكتور. تمام، هيديني كده بليدنج، بس خلينا بس نبقى فاهمين. تمام، في عندك نوعين من الان سايد، في عندك تراديشنال تقليدي يعني بتشتغل على دوده اسمها نون سيلكتيف، يعني مش اختياري، يعني ما بتفرقش بين دوده، بتشتغل على الاثنين الانزيمين دول. في عندك لا سيلكتيف بتشتغل على الكوكس 2 اسمها سيلكتيف ان سايد. تمام، شاب بيقول لك ايه الانفلاماتوري ستيمولاي هنا انتي انفلامات، لان المواد دي هي الانفلاميشن، هي الفيفر والبين هم دول اللي بيعملوا الانفلاميشن. تمام، طب كده ايه فهمنا الفكره، يبقى الاراكيدونيك اسيد بيشتغل عليها انزيم اسمه الكوكس 2 والكوكس 1. الكوكس 2 والكوكس 1 دول هيتكونوا، هيشتغلوا لي على الاراكيدونيك اسيد، يكونوا لي حاجه اسمها بروستاجلاندين اي 2، الماده دي هي اللي بتحمي لي الجي اي تي من الحموضه، وبرضه الماده دي بتبقى ماده تفرز خليني اشعر بالالم، وبرضه هي اللي بترفع لي درجه الحراره بميكانيزم معين على فكره، مش كده وبس يعني، بميكانيزم معين. وبرضه الماده تي اكس اي 2، مش عايزك تحفظ الرسمه دي بس تخيلها معايا مش اكتر يعني، البليتلت فانكشن. تمام كده، تمام، حاول بس اكبرها عشان مش عارف ازاي والله الجوده بتبقى مش واضحه رغم اللي بصور باعلى جوده انا اقدر عليها، لكن اكيد في طرق تانية، لكن الحمد لله يعني. تمام، مش بيقول لك ايه نون ستيرويدال اللي هي ان سايد ار جروب اوف كيميكال دي سيميلار ايجنت ذات ديفر ان زير انتي بايريتيك انالجيزيك اند انتي انفلاماتوري اكتيفيتي. تمام، يعني هو بيقول لك هي مواد كيميائيه مش متشابهه في الاختلاف بتاعها، في عندك سيلكتيف وعندك نون سيلكتيف، في عندك بيشتغل في الفيفر والبين، وفي عندك بيشتغل زي ما قلت لك اللي هي ايه الوان كوز 1. قال لك النون سيلكتيف اللي هي التراديشنال اللي بتشتغل على الكوكس 1 والكوكس 2، اعتقد احنا عرفنا فين الكوكس 1 والكوكس 2 وهم عباره عن ايه اصلا. تمام، في بقى مواد ايه هي عباره عن ايه العيله دي، عيله الادويه دي عباره عن ايه، احنا بنتكلم في النون ناركوتكس. عندك سلسلات اللي هي زي الاسبرين، سلسلات صوت وكده يعني، وعندك اسيتيك اسيد ديريفاتيف دي ماده برضه ديكلوفيناك، وعندك البروبيونيك اسيد هيبقى لهم جدول على فكره تحت، واوكزيكام، الفيناميك اسيد، بص هناخدهم في الجدول تحت وهذكرك بيهم. راح بديلك في السيلكتيف كوكس 2 انهبيتور زي السيلكتيف انهبيتور كوكس 2 اللي انا قلت لك السيلكتيف اللي هي المتخصص زي ايه؟ سيليكوكزايب، ايوه سيليكوكزايب، ايوه اللهم صل على النبي. تمام، ده اسمه كده سيليكوكزايب. نبدا بقى ناخد في الاسبرين، الاسبرين ده تبع ايه عشان نبقى فاهمين واخدين بالنا، اهو الاسبرين تبع السلسلات، الماده دي اللي هنتكلم فيها اللي هي تبع الاسبرين اللي هي النون سيلكتيف اللي هي بتشتغل على الكوكس 1 والكوكس 2. عرفنا، يبقى لما اجي اقول لك ان الاسبرين هو انهبيشن اوف سايكلو اوكسجينيز اللي هو الكوكس، ده معناها كوكس دي ساي سي ادي سي او اكس يعني كوكس 1 و2، البرموت فورميشن اوف بروستاجلاندين، وعرفنا تكوين البروستاجلاندين. طيب لما اجي اقول لك انتي انفلامات تقول لي فاهمك، لما اقول لك انالجيزك مخدر تقول لي فاهمك اللي هي طبعا قلت لك البين، انتي بايريتك اللي هي بايريتك اللي هي المخفض الحراره تقول لي فهمتك اهي انا بجيب حاجه من بعيدها، لما اقول لك مثلا البين انالجيزك كويس فاهمك، انتي انفلاماتك تقول لي فاهمك، فيفر فاهمك، تبقى انت تبقى واخد بالك، اما فيفر والبين يعتبروا انفلاماتك مع بعض يعني، فاكر انت فهمت كلامي يقصد ايه يعني. ثيرابيوتيك يوز يعني انا بستخدمها ليه، انتي بايريتك انالجيزك انتي انفلاماتوري انتي بليتلت، انتي بليتلت اللي هي دي اللي هي دي، ما احنا هيشتغل على كوكس 1 وكوكس 2. انتي بليتلت يا شباب دي يعني مثلا واحد بيحصل له ثرومبوز يعني جلطه تجلط الدم، فبدي له اسبرين يزود له السيوله، يبقى انتي بليتلت يعني بيمنع تجمع البليتلت عشان ما يعمليش جلطه، يبقى الاسبرين يزود السيوله، واحد عنده سيوله ما ينفعش يدي له اسبرين. تمام كده، تمام، يقول لك ايه تريتمنت اوف بروفيلاكسي، تريتمنت اور بروفيلاكسيس اوف سيريبرال اند كورونري ثرومبوزس او البوست اوبراتيف دي في تي. يعني ايه الكلام ده، ايه الدي في تي ده؟ بص دي يعني ديب، في يعني فينوس، تي يعني ثرومبوزس، ديب فينوس ثرومبوزس يعني الديب اللي هي الديب الحاجات العميقه، الفين اللي هي الاورده العميقه اللي هي زي بتاع الرجل مثلا دي، ادي الدم الطبيعي ماشي كده
انا هشرح لك يعني ايه الكلمه دي. قياده الدم ماشي كده، بيبدا يحصل تكون وتجمع شويه الدم هنا كده، بيبدا بقى يلزقوا ببعض وبيعملوا له زي امبولس. الامبولس زي حته زي اللجمه كده وبس مجمده، دي طالما الشريان كبير الوريد كبير مش هتعمل مشكله. لكن بتيجي بقى في الشريان الرفيع وتسده، دي اسمها ترومبوزس يعني سد، بتسده. ممكن طبعا يجي لك في الكورونا في القلب يموتك على طول يفنشك، ممكن يجي لك مثلا في المخ يعمل لك شلل، ممكن يجي لك اي حاجه، هي من ما تقع في اي حاجه صغيره تسدها هتعمل لك مشكله فيه. فاحنا بندي الاسبرين عشان يمنع تكوين كده، يمنع التكدسات دي. هتقول طب ايه سبب التكدسات دي؟ اللي هي ممكن نسميها الدوائر يا شباب، بس دي فكره مبسطه عنها يعني. ليه برضه؟ ممكن واحد عنده ضعف في الدوره الدمويه، ممكن واحد مثلا عنده ضعف في الرجلين مثلا، ممكن كبير في السن عنده مشكله في البليتلي، عنده مشكله في الدم عموما، فاحنا بندي له اسبرين بيمنع الحركه دي. تمام، مش اي حد تدي له اسبرين، على الاسبرين برضه له مخاطر هنقولها، بس احنا خلينا في النقطه دي يعني. اعتقد كده فهمنا يعني ايه دي في تي والجمله دي كلها. يقول لك ايه سريبرال او كورونري ليه؟ طيب ايه الفكره اللي انا هعمل بروفيلاكسس يعني حمايه وقايه من ما قبل، يعني مثلا انا بحمي نفسي عشان ما يجيليش كده باخد اسبرين. ليه طيب سريبرال او كورونري ثرومبوزس؟ لان الماده اللي قلت لك المتجلطه دي ممكن تروح على القلب تقفله، ما هو القلب الشريان اللي بيغذيه اسمه كورونري، والسريبرال الحاجه اللي بتغذي المخ اسمها السريبرال، فممكن تقفل الشريان ده او الشريان ده، فده هيؤدي لي الى مرض. فانا بمنع ده، بعمل بروفيلاكسس يعني حمايه او وقايه، زي مثلا بمنع نفسي من الانفلونزا باخد الفاكسين وقايه، او مثلا الكورونا اللي هو البتاع اللي ملوش لازمه ده اللي احنا بناخده شويه المال اللي بناخدهم دول، ما علينا، ده يعتبر بروفيلاكسس، انا ما جاليش بس بحمي نفسي منه. السايد افكت بقى والتكسس السامه يقول لك ايه؟ جاسترو انتستاينال، يعني هو زي ما قلت لك الجي اي تي اريتيشن، كملش هي كده جي اي تي اريتيشن، فكك من الكلام ده كله. بس خلي بالك بيقول لك انهبيتنج ذا سايتو بروتكتيف بروستاجلاندين. شفت؟ انا مش قلت لك الكوكس 1 بيكون لي البروستاجلاندين دي اللي هي الاي 2 اللي هي المهمه في بروتكتيف فروم الاتش سي ال؟ بيقول لي ايوه. طب انا قللت الكوكس يعني قللت البروستاجلاندين، فهيجي لي جي اي تي اريتيشن، فانا مش هعرف احمي الجي الجاستريك. دي وضحت راحت فين؟ طيب البلاد هعمل بليدنج يعني نزيف، ليه؟ لان انا ما عنديش اللي هي الجلوتينج فاكتور اللي هي انا هقلل تجلط الدم، فهيحصل نزيف يعني. دي ممكن سايد افكت، واحد يتجرح مثلا هو واخد اسبرين ينزف بسرعه، ينزف كميه رهيبه. انا اعرف ناس عندهم سيلة في الدم تتجرح جرح بدبوس تحس ان هو فتح ماسوره وفتحت، هو كده. الرينال انالجيزيك نفروباسي، يعني بص هو ممكن يعمل انالجيزيك نفروباسي دي يا شباب يعني جرح في الكدني، يعني هو عباره عن بين، مش بين، لا هي عباره عن سيرجيكال، مش سيرجيكال كنت عارف والله العظيم، اللي هي نفروباسي في الكدني، مش نفروباسي في الكدني، ده عباره عن انجري. ايوه انجري، انجري في الكدني. تمام، انجري في الكدني دي معنى انالجيزيك نفروباسي، ده سايد افكت من الاسبرين يعمل لي انجري في الكدني، هي زي ما هي كده جرح في الكليه. كيف؟ ليها ميكانيزم كبير بيحصل كده. عايز تفهمه ان شاء الله قول لي وابعت لك الميكانيزم بتاعه على الخاص عشان تفهم، بس مش هقدر اقولها هنا لان دي طبيعه. بس هو بيأثر على الكدنه؟ ايوه الكدني. ايوه طب ايه اللي جابه عند الكدني؟ انا زي ما قلت لك هو بيخش بالجي اي تي، بعد كده بيروح على الليفر، بعد كده بيروح على الكدني ويطلع بره، عشان كده تفهم بس هو ايه اللي دخله في الكدني. الريسبيريشن انتوكسيك دوز، يعني في الكميه الاوفر، يعني واحد ممكن، احنا كنا بنشتغل اسبرين ده بالشريط بالمتر، فممكن واحد يبلع كله. السلسلات دي ماده خطيره على فكره، يعني ممكن تعملك ريسبيراتوري ديبريشن. احنا مش قلنا احيانا يشتغل على السي ان اس في اللارج دوز؟ ممكن يشتغل في اللارج دوز يقلل التنفس، ممكن يحصل واحد يغمى عليه. تمام، ممكن يعمل لك ميتابوليك اسيدوزس. طبعا ميتابوليك بروسيس هايبر سيجما، يرفع لك درجه الحراره بسبب ماده السلسلات، طبعا هي الماده اللي بترفع الحراره. طيب الهايبر سنسيتيفيتي 15% من الحالات اللي بياخدوا الاسبرين بيحصل منهم حساسيه، ليه؟ بسبب ماده السلسلات. فاكرين لما قلت لكم ماده السلفر في الانتيبيوتيك زيها ماده السلسلات فين؟ هنا كده. ري سندروم، يعني السندروم متلازمه ري، يعني دي مثلا طفل جالك يا دكتور، الطفل ده مثلا عنده حاجه، كشفت انت عنده مثلا طلع الواد سخن، رحت مدي له اسبرين، حظك النحس وبوزك الفجر الواد عنده مثلا انفلونزا، الواد عنده مثلا فيروس سي بس مش نشط في الكبد، لما تدي له الاسبرين يا معلم بينشط ماده التسلسلات دي، بتنشط الفيروس اللي موجود في الكبد وبتنشط الفيروس ده، بيعمل لك حاجه كده اسمها ري سندروم. عباره عن ايه؟ تكتلات بتحصل في الليفر وفي البرين، الواد ده ممكن يموت منك. شفت؟ جوكس اسبرين من بني ادم غلط بيدمر لك الدنيا. ثاني
جاي لك طفل يا دكتور الواد ده بيسخن مثلا وحاسس ان في الام في جسمه كله كده، انت رحت رصصته 3 متر اسبرين قلت له خد يا ابني بلبع. الواد بلبع حس ان السخونه بدات تنخفض منه شويه، فلقي الدنيا خلاص ده الدنيا خربانه منه، فبدا الواد يحصل عنده اعراض، فبدا يا معلم تتراكم مواد على الليفر وتتراكم مواد على المخ بسبب السندروم دي. لحد الان الميكانيزم ده شغالين فيه العلماء، تلاقي الطفل مات منك. واقول لك كل سنه وانت طيب. لذلك استخدم حاجه اسمها اسيتامينوفين، اللي هي اسيتامينوفين اللي هي ماده انالجيزيك ثانيه، او اللي هي مثلا زي ايبوبروفين، اديله استخدمه بدلا من الاسبرين. يبقى واحد عنده طفل عنده فيروس، يجي يقول لك كيز مثلا حاله، يقول لك واحد طفل جاي عنده فايرال انفكشن، تدي له ايه؟ تدي له اسبرين ولا تدي له اسيتامينوفين؟ لا تدي له اسيتامينوفين اللي هي الباراسيتامول، تمام، او الايبوبروفين، تمام. تمام الجدول اللي قلت لك عليه فاكرين اللي هم دول يا شباب؟ اللي هم دول النون سيلكتيف، اللي هم هناخد السلسلات والاسيتيك اسيد. الجدول يعني هو مش ملخص بس هو بيقارن لك ما بينهم. البروبينيك اسيد ديريفاتيف زي مثلا ايبوبروفين، الكيتو، الكيتوبروفين، الايبوبروفين اللي احنا عارفينه ده اللي هو هاي الايبوبروفين كلنا عارفينه طبعا في الصيدليات، اللي هو حاجه مضاده للحراره كده. الكرونيك تريتمنت اوف روماتيك ارثرايتس، دي روماتيك ارثرايتس اند اوسيو ارثرايتس، دي انفلاميشن. ايتس معناها انفلاميشن يعني التهابات، واحنا عرفنا ليه هو بيستخدم في الانفلاميشن. يعني ايه روماتيك ارثرايتس؟ دي عباره عن المناعه بتهاجم نفسها، يعني بيجي لك انتي بادي محترم كده يجي مكسر لك في المفصل بتاعك، اسمها روماتيك ارثرايتس. ودي الحالة المتأخرة للواحد مثلا عنده اللوز وعنده ستريبت في الدم اللي هو الميكروب سبحي، فبيجلب في النهاية خالص ان الانتي بودي بيهاجم البكتيريا دي، بس دي غيرها على فكرة، بس انا بشبه لك ليها يعني، وبيهاجموا بعض والمعركة بتحصل في المفصل، فالمفصل بيتدمر عندك. طب روماتيك اكسلايتيس عبارة عن انتي بودي هاجم مفصلك نفسه، هاجم الخلية بتاع مفصلك نفسه وبدأ يدمره. هي كده سبحان الله، ده مرض يعني مناعي، مرض مناعي كده. زي اسيتيك اسيد ديريفاتيف يبقى ده بروبيونيك اسيد، ده اسيتيك اسيد ديريفاتيف، زي مثلا سننداك واللي هي ديكلوفيناك ماده مسكنه برضه، اعتقد كلنا اتمرنا بالديكلوفيناك على طول، انتي انفلاماتوري وعرفناها، انالجيزيك يعني ايه، انتي بايريتك برضه، انالجيزيك مخدر، انتي بايريتك حاجه الحراره، في روماتيك اند اوستيو اكسرايتس، اوستيو يعني عظم، التهابات في المفاصل بينها برضه، تمام. هي اللي هنا هم هنا، بس هنا مسو كرونيك يعني دي هي دي. خلي بالك بيقول لك بيستخدم في البيتنت داكتس ارتريوزس بيكوز بيتنسي ان ديبندنج اون بروستاجلاندين. هنا بقى لازم اشرح لك يعني ايه البروستاجلاندين. لما تيجي مثلا تمسك الوعاء الدموي تيجي فاتحه، يا ريت يا ريت الاقي صوره، نسيت والله يا شباب اعذروني اسف. تخيل معايا، تخيل معايا ده وعاء رحت فاتحه، شايفين المادة اللي مبطناه من جوه دي؟ دي عبارة عن خلايا اسمها اللي هي ايبيثيليا سيل، بتبقى عليها مادة تحس ان هي مادة جيلاتينية كده، هي دي المادة اللي اسمها البروستاجلاندين، هي دي المادة البروستاجلاندين من بره كده، هي دي بتحميها. يبقى المادة دي بتتكون يعني بتدخل في تكوين جدار الوعاء الدموي، فلما نيجي الحالة مثلا زي دي المادة دي ما اتكونتش هنا، شايف هنا يقول لك يبص بص البلمونر ارتري، بص 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 الاورطة فاتح على البلمونر ارتري، فتحوا الاثنين على بعضها، دي حالة انومالي كونجينيتال انومالي يعني حاجة مرض وراثي. هنا ايه السبب؟ ما فيش بروستاجلاندين يسد المنطقة دي، فبالتالي فتحت دي على دي، فده هيبقى عندك مشكلة جامدة، الدم هيضخ يرجع لك تاني، يضخ يرجع لك تاني، احنا هنقعد نلف على بعض. يبقى في حاله طبعا، ايوه يبقى في تدخل جراحي طبعا وبتتحل المشكله دي، لكن ايه اللي خلى السبب ده؟ من ضمن الاسباب بعد ما تكون وراثيه اللي هي الحته اللي ما فيهاش بروستاجلاندين، تمام كده؟ طب كده ايه؟ وضحت. الديكلوفيناك طبعا اكيوميليت ان سينوفيال فلويد اند ذا برايمري روت اوف اكسكريشن فور ذا دراج اند اتس، شويه كلام. الاوكزيكام فارماكولوجيكال، الحاجات دي صراحه هم مفهومين لكم فيها جو يعني. افرين they have the same pharmacological action, use a side effect on other NSAID except they have long half life due to enterohepatic recycling. ماشي، يعني ايه enterohepatic recycling؟ يعني هي بعد ما تخش في الليفر، بعد ما تخش في اللي بعد ما تخش عاوز مش في السمول انتستين، بتبدا تمتص عن طريق البايل سيركيوليشن، دي دوره اسمها انتيرو هيباتيك، يعني من اسمه الانتستين للليفر، الليفر للانتستين وهكذا، الدايره دي بتلف، دي بيخليها بتطول فتره شغلها يعني.
يعني عشان تبقوا فاهمين برضو، ده حاجة برضو زيادة عليكم، ان عموما الدواء او المواد الكيميائية او البايل نفسه اللي هي العصارة المعوية لما بتنزل في الاثنى عشر بتفضل تلف في الانتستين، اثناء لفها في الانتستين بيعيد امتصاص المادة دي تاني. بعد ما تمتص بتروح فين؟ بتروح على الهيباتيك الليفر تاني، بعد كده الهيباتيك الليفر بيحطها في البايل تاني، البايل يصبها في الاثنى عشر، الاثنى عشر يوديها للانتستين، الانتستين تمتص ترجع اعاد امتصاصها يروح للليفر تاني، الليفر يوديها في البيلر، اسمها سايكل، اسمها انتيرو هيباتيك ريسايكلينج. فده الدواء كده مش هيطلع بره الجسم، كل ما يجي يطلع يرجع، كل ما يجي يطلع يرجع، كل ما يجي يطلع يرجع، وبالتالي هتزيد فتره عمره. تمام كده يا شباب؟ تمام. هاز هاي كوكس 2 سيلكتيفيتي، يعني هو بيشتغل على الكوكس 2 اكتر. ماشي. سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور زي سيليكوكسايد. تمام الدواء اللي قلت لك عليه. يقول لك ايه؟ انلايك اسبرين، على عكس الاسبرين البتاع ده doesn't inhibit بليتلت. ليه طيب؟ ليه طيب؟ نفهم. نفهم. بص بص بص، ده بيشتغل على ده. تمام، ده اللي بيعمل البليتلت، بس ده ملوش دعوه بالبليتلت. يبقى على عكس الاسبرين، يبقى الاسبرين بيشتغل على ده وده، لكن ده بيشتغل على كوكس 2، فبالتالي مش هيبقى في بليتلت. السلايد شارحه نفسها. ايوه سيميلر افكت تو انسايد ان ذا تريتمنت اوف بين اند فيفر والكارديو فاسكولار ايفنت اللي هي بتاع اللي هي بتاع الاورثوستاتيك هايبوتنشن يعني، بس خلينا في البين والفيفر. تمام، يعني ليها علاج في روماتيك اكسرايتس؟ قال لك ايوه ابروفد، يعني هي اللي جيوها فعلا فعاله في روماتيك اكسرايتس، وده والبين. تمام، اللي جيوها في الانفلاماتوري، يعني لان هي مش هقول كان اللي هي في الانفلاماتوري في الحاجات دي، دي يعني هي اللي خاصه بالانفلاميشن يا شباب، دي اللي خاصه بالانفلاميشن. فهو ده استخدام السيلكتيف في البين، الفيفر، الانفلاميشن، روماتيك اكسرايتس تبع الانفلاميشن. يقول لك هو هاز ليس جي اي تي بليدنج، يعني ما جي اي تي بليدنج يعني مش هيبقى زي الاسبرين اللي هو يعمل لك بليدنج هيموج، لا ده ملوش دعوه. ليه؟ لان برضه ده ملوش دعوه بالبليد، لان الهيموج خاصه بالبليد. هنتوقف ان شاء الله عند الجزئيه دي في فيديو تاني ان شاء الله قصير كده، واكمل لكم الباراستامول وبس، هو ما فيش غير الباراستامول وسايد افكت، وبعد كده وهاخد لكم بتاع الورقه دي اللي فاضله، يبقى ده كده الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبرضه هاخد معايا لو اجزاء مش واضحه في المحاضره دي يبعتوا لي ان شاء الله قبل ما اسجل الفيديو. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم لا علم إلا ما علمتنا إياه سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. أولا كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، إن شاء الله ربنا يخرجنا منه وإحنا مغفور الذنب يا رب، وصياما مقبولا. نسمي الله، إحنا الدور اللي فات في الفيديو اللي فات إحنا شرحنا جزء كبير جدا من الأناليجيكس، خدنا النركوتيك والنون نركوتيك وشرحنا وعرفنا عن الأوبيويد، وخدنا مورفين كمثال، وخدنا أسبرين على مثال نون نركوتيك، وخدنا يعني شوية حاجات كده. أتمنى نرجع للمحاضرة فوق ونقراهم وما نلجأش للجزء التاني إلا لما نسمع الجزء الأولاني. هنبدأ النهاردة آخر جزء من المحاضرة، هنتكلم عن الباراستامول اللي هي الأسيتامينوفين، الميكانيزم أوف أكشن اللي هي طريقة الشغل. طبعا احنا عرفنا ايه هو الكوكس واللوكس، كوكس 1 وكوكس 2 كده، واللوكس والبروستاجلاندين، وعرفنا ان هي المادة المكونة للإنفلاميشن. ارجع للجزء اللي فات هتفهم كل حاجة. هنا الميكانيزم اوف اكشن، الميكانيزم اوف اكشن هنا هو بيقول لي ات انهبيت بروستاجلاندين، يعني هو بيقلل لي البروستاجلاندين خاصه في السي ان اس، في السنترال نيرفس سيستم، على عكس هناك اللي كان فيه تبع الاسبرين وعلى اللي بيشتغل على الكوكس واللوجز وعلى كذا ميكانيزم، بس هو بيشتغل مين؟ في السي ان اس زي ما قلت لكم. زي ايه هناك فوق؟ اتمنى ترجع للفيديو وتعرف لوحدك. وهو بيقول لك this explain its antibiotic and analgesic properties، يعني اللي هو antibiotic اللي هي بتاع الحرارة، وانتي analgesic اللي هو المسكن. وعرفنا ايه هي الحاجات الخاصة بالحرارة تقريبا كوكز 2، وعرفنا كوكز 1 بيشتغل على ايه. كان في صورة كده اتمنى نرجع ليها لان الصورة دي مهمة جدا، وهي متجالة بالتوضيح البراستامول شغال هناك ازاي. هو بيشتغل في السي ان اس، بيعمل خافض للحرارة antibiotic and analgesic portion.
جبت لك الصورة هنا، حبيت أفكركم اللي عبارة عن إيه الدور اللي فات عشان نبدأ بداية صح. قلنا الأراكيدونيك أسيد ده عبارة عن أسيد أمينو أسيد موجود في الجسم. الأمينو أسيد ده بيشتغل عليه إنزيمين كوكز 1 أند كوكز 2. كوكز 1 هو بيعمل لي بروستاجلاندين أي 2 اللي هو مسؤول عن الجاستريك بروتكشن، وقلنا ده بيدخل في تكوين مادة زي مادة الميوكس كده بتحمي الدنيا. والكوكز 2 اللي هو بروستاجلاندين اي 2 هو المسؤول عن البين الالم، هو المسؤول عن البون انفورميشن، هو مسؤول عن الفيفر الحرارة، وهو مسؤول برضه عن الانفلاميشن. وعرفنا اللي بيشتغل على الاثنين نون سيلكتيف اللي هو نون سيلكتيف ان سايد اللي هي تراديشنال، اما السيلكتيف بتشتغل على الكوكز 2. تمام، اعتقد كده عرفنا يعني البروستاجلاندين وعرفنا يعني البراستامول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هي الاسبرين والكوكز 1 والكوكز 2 والانسايد. نرجع بقى لمحاضرتنا. ونعرف ان البراستامول بيشتغل على البروستاجلاندين انه واحد واحد ولا اتنين، بيشتغل عموما على الاتنين، بس هو بيشتغل في السي ان اس اكتر من البريفرال نيرفس سيستم. تمام، هو بيشتغل في السي ان اس، يبقى هو انهبت البروستاجلاندين. وعرفنا يعني ايه البروستاجلاندين. طب انزيم واحد ولا انزيم اتنين؟ البراستامول على ما اعتقد في الاتنين مع بعض. تمام، بس هو بيشتغل في السي ان اس اكتر من البريفرال نيرفس سيستم. طب ايه هو الاهميه بتاعته؟ اللي هو بيعمل لي انتي بايريتيك وانالجيزيك اللي هي مسكن. على ما اعتقد هو بيشتغل في الكوكز 2 اكتر، كوكز 2 اكتر. اسيتامينوفين دازنت افكت بليتلت. تمام، يبقى هو بيشتغل على الكوكز 2 زي ما قلت لك اكتر، لان البليتلت مسؤول عنها الكوكز 1 وزي ما قلت الصوره اللي فاتت. تمام. الفارماكوكاينيتيك اندر نورمال سيركمستانسز اسيتامينوفين از كونجوجيتد ان ليفر. هنا بقى انا حابب اوريكم صوره وهوريكم ايه اللي بيشتغل بالظبط على الاسيتامينوفين داخل الليفر وايه اللي بيحصل هناك. وزي ما موضحه لنا الصوره دي، الاسيتامينوفين اول ما بيروح للليفر بيحصل له كونجيوجيتد مع السلفا، وبيحصل له كونجيوجيتد مع الجلوكيرونيك اسيد، وبيحصل له عن حاجه اسمها سي واي بي 2 اي 1 اللي هي عباره عن مجموعه من المواد الكيميكال الموجوده في الليفر بتضاف على الماده دي اللي هي الباراستامول، بيتحول لي الان اسيتايل اللي هي ان اي بي كيو 1 كيو اي. دي ماده بتتكون، انا عايزك تمشي معايا واحده واحده وهتفهم الدنيا كلها. يبقى عندي الاسيتامينوفين اول ما بيخش الجسم بيحصل له ابزوربشن وبيخش على الليفر. الليفر بيعمل فيه ايه؟ كونجوجيتد تو سلفا، يعني بيضيف عليه سلفا او بيضيف عليه جلوكيرونيد اللي هي الماده دي اللي هي اللي من على اليمين، او في انزيم اسمه سي واي بي 450 لمجموعه من الانزيمات بتشتغل على الباراستامول. الاسيتامينوفين بتحوله لي الماده اسمها ان اي بي كيو اي. المواد عايزك تحفظ شكلها بس، مش عايزك تحفظ اساميها. طب الماده دي اصلا يعني عايز اقول لك ايه، المفروض اللي هي ماده تدور الجسم، يعني تدور الليفر، تدور الكبد. طب يا عمي انا عايز اتخلص من الماده دي اللي هي ان اي بي كيو اي 1، جالك هنديك حاجه غيرها اسمها ان اي سي اللي هي نان اسيتايل، ما علينا من الاسم، هنروح الاسم هناك، بس انا عايزك تحفظ الاستاذ دي معايا. الماده دي هتضيف جلوتاثيون على الان اي بي كيو اي 1 يدي لي ماده نان توكسيك ميتابولايتس. نقولها تاني، الاسيتامينوفين الوقت راح الليفر، الليفر هيعمل فيه ايه؟ اول حاجه هيمسك ماده الصلفة يقول له اتفضل، هيحط عليه ماده صلفة، او يحط عليه ماده جلوكيرينيد اللي هي الماده اللي على اليمين، او في انزيم اسمه سي واي بي 450 او سي واي بي اي 2 اي 1 اللي هو موجود في الليفر، بيحول لي الاسيتامينوفين الى ماده اسمها ان اي بي كيو اي. الاسامي هتعرف اسمها هناك، خليك انا هنا عايزك تحفظ دي في دماغك. الماده دي سامه مش كويسه في الليفر، سامه جدا للجسم. طب انا عايز اتخلص منها، لما اخد الاسيتامينوفين بكميات كبيره بتتراكم عندي ماده اللي اسمها ان اي بي كيو، فانا عايز اتخلص منها، فاديك دواء اسمه ان اي سي. الان اي سي ده اللي هي نان اسيتايل بيتحد مع الجلوتاثيون، والجلوتاثيون ده اللي بيجي عندي الان اي بي كيو اي اي ويحوله له الماده غير توكسيك، ماده غير سامه. تعال نشوف الماده اللي علينا اهي. شايفين في الفارماكوكاينيتكس بيقول لك اندر نورمال كونديشن الاسيتامينوفين بيحصل له كونجوجيتد في الليفر مع الجلوكيرونايديد او سلفيت. تمام، وعرفناها. طب كويس، دي اليمين والشمال. طب اللي في النص، ابوكشن اوف اسيتامينوفين از هيدروكسيليتد تو فورم ان اسيتايل بنزومينوكوينون اللي هي بنزومينوكوينون اللي هي دي ماده اللي هي الان اي كيو اللي هي الماده اللي قلت لك عليها اللي في النص دي، ده الاختصار بتاعها اللي هي دي. هي ايوه هي الماده دي. المادة دي يا شباب بيقول لك highly reactive to potentially dangerous metabolites that reacted with sulfadryl group. عايزين نفهم برضو
عارفين، فاكرين، انا هجيب لك الصورة عشان نتكلم عليها. شايفين الاسم الان اسيتايل بنزو امينو كوينون ده؟ دي اللي في الصورة هنا عندنا احنا اللي هي ال ان اي بي، تمام، اللي هي ال ان اي بي اللي هي ان اسيتايل بنزو كوينون، والكلام ده هي ان اي بي كيو اي، دي المادة الطويلة. المادة دي سامة، عشان اتخلص منها لازم اديلها ان اي سي. ال ان اي سي دي فيها حاجه اسمها سلف درايل جروب، هي اللي هتتفاعل لي مع الماده دي، والجلوتاثيون هيحولها للماده غير سامه. ده تفسير العك اللي عندك. نقول تاني، ال ان اي كيو اللي قلت لكم عليها ان اسيتايل، ال ان اي بي كيو اي اللي هي ان اسيتايل بنزو امينوكوينون، دي ماده سامه، تمام، لو تراكمت في الجسم ماده سامه. طب انا عايز اتخلص منها، هديك حاجه اسمها سلف درايل جروب اللي هي موجوده في ال ان اي سي اللي هي تبع الجلوتاثيون. اعتقد كده وضحت خالص. النورمال دوز اوف اسيتامينوفين، زي ان اسيتايل الماده الطويله دي رياكت ويز السلفدرايل اللي هي اللي موجوده في الان اي سي جروب اوف جلوتاثيون فورمينج نون توكسيك سبستانس. وضحت اعتقد الجزئيه دي كلها. انا عايزك بس تفهم ان في حاجه اسمها سي واي بي في الليفر بيحول الاسيتامينوفين الى الماده اللي هي الان اسيتايل. الماده دي سامه، لو زادت في الجسم، لو زادت في الجسم هتعمل لي سموم وضرر. طب انا عايز اتخلص منها، او لو واحد خد جرعه كبيره فالماده دي تراكمت، اديلها انتيدوت ايه، يعني ماده معاكسه ليها ايه، اديله حاجه اسمها ان اي سي اللي هي فيها سلفدرايل جروب. السلفدرايل جروب دي يتحد مع الجلوتاثيون، الجلوتاثيون هيمسك لي في الماده دي بيحولها للماده غير سامه. اعتقد كده وضحت. هتلاقي ترجمه الكلام ده في الصوره اللي هناك. استخدام بدل الباراستامول، نستخدم في الانالجيزك والانتي بايوتيك، تمام. وخلي بالك يقول لك ايه افكت اوف يعني اسيتامينوفين از سويتابل سبستيتيوت فور ذا انالجيزكس اند انتي بايريتيك افكت اوف اسبرين فور ذوز بيشنت وذ جاستريك كومبلنت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الناس اللي عندهم مشاكل مع الاسبرين، زي ما قلت لك الاسبرين ومخاطره المحاضره اللي فاتت، هنستخدم معاهم كبديل ليهم الاسيتامينوفين. هو مناسب للحالات اللي ما ينفعش معاها اسبرين. الناس اللي عندها برولونجيشن اوف بليدنج، طبعا احنا عرفنا الاسبرين ما ينفعش مع حالات الهيموريج لان هو بيزود لي الهيموريج، فتمام، فانا هستخدم مكانه اسيتامينوفين. اسيتامينوفين از ان انز انالجيزك انتي بايوتيك اوف تشويز اوف تشيلدرن. فاكرين اللي قلت لكم تشيلدرن اللي بيجي معاهم فايرال انفكشن، اللي بيجي مثلا معاهم شيكن بوكس والحاجات دي اسمها فايرال انفكشن، ممكن يعمل لي ري سندروم، متلازمه ري دي. طب انا مثلا خلاص انا عايز بديل الاسبرين، اقول لك استخدم باراستامول. فانت ما تديش الاسيتامينوفين للباراسبرين، يا ربي ما تديهوش لاي طفل، لازم تبقى واخد بالك، ادي مكانه باراستامول هو الامن يعني. طب ليه سايد افكت؟ طبعا اي دواء له سايد افكت. النورمال سيتابيوتيك يوز يعني فري، يعني ملهوش. النورمال الجرعه المناسبه ليه يا جماعه مش يعني حلوه، يعني مش هتعمل ضرر جو، يعني انا مثلا جرس في الليل وجرس في الصبح او 3 مرات ماشي، لكن في ناس بتبقى عايزه تنتحر بتاخد 5 تجارس في اليوم. ممكن اللي يحتاج كل ما يحس بالم نص ساعه ياخد جرس، ما ده ما ينفعش. انت كده هتاخد 7 تجارس 8 تجارس في اليوم، ما ده مش كويس ليك، هيعمل لك ضرر وتوكسيك مواد. حساسيه ماشي، ممكن يحصل لك حساسيه رغم ان هي مش كتيره. الكيدني ممكن يحصل لها رينال تيوبولار نيكروزس، دي الحاجات الاهم. نيجي بقى في الهيباتيك نيكروزس اللي هي لسه شرحها لكم في السلايد برضه، ويد لارج دوز اوف اسيتامينوفين. يقول لك لو واحد خد اسيتامينوفين كتير اديله الماده اللي هي ان اي سي لسه جاي لكم عليها في الرسمه اللي هي ان اسيتايل سيستاين. الماده دي تحتوي على سلفدرايل جروب، هتقول لي عرفناها وحفظناها. الماده دي يقول لك لايف سيفنج، يعني لو خدتها تنقذ حياتك، لان هو ممكن يحصل تسمم بالباراستامول، تاخدها في خلال ال10 ساعات. عايز اقول لك حاجه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، هديك مثال. انا واحد رحت واخد شريط باراستامول ورحت بلعه كله، هيحصل لي زي حالة تسمم أو حالة مادة سامة في جسمي، هيحصل عندي إغماء وألرجي وحساسية وممكن يغمى عليا وخلاص أنا بموت. رحت في الآي سي يو والعناية، أو خلاص يعني أنا بطني جلبت، رحت صيدلية أو رحت لأي حد، فبقول له الأمر 1 2 3 وخدت المادة دي وخدت باراستامول 10 18 جرس، وحاسس إن أنا هموت أو حاسس إن أنا تعبان أو حاسس إن أنا كذا أو أنا في المستشفى أو حالة، الدكتور يعمل ايه بقى؟ بيجيب ماده اسمها ان اي سي اللي هي ان اسيتيل سيستاين، بيديها على طول للمريض ده في خلال 10 ساعات علشان ما يموتش، علشان الباراستامول لما هيزيد في الليفر ماده اللي هي اسمها اللي هي اللي فيها الكيو دي اللي هي كيو اي، اللي هي مش فاكر الاختصار بتاعها حاليا، للناس ان اي بي كيو اي والكلام ده، الماده دي لو اتراكمت في الجسم هتبقى ماده سامه جدا، ماده سامه جدا في الليفر، وممكن تعملي ليفر امبيرمنت يعني بتبوظ الليفر. انا بقى اتحداها بديك حاجه اسمها ان اي سي، دي خلاص الكلام ده. نيجي بقى حاجه تانية خالص اسمها الكورتيزون.
كورتيكوستيرويد اللي هي الكورتيزونات، اللي هي أقوى مسكنات يا شباب، اللي هو الكورتيزون ده يعني أقوى مسكن. يعني يقول لك إيه، يعني في مثال يقول لك إيه، if the diagnostic unknown give كورتيزون، يعني أنت لو مش عارف تشخص اديله كورتيزون، لأن هو بيسكن، لأن هو بيعمل لي بيقلل لي أصلا رياكشن الجسم للحاجة دي. يعني مثلا واحد عنده حساسية، ده ينفع ليها كورتيزون؟ أكيد أكيد كلنا عارفين يعني كورتيزونات، أكيد كلنا عارفين يعني إيه كورتيزونات، وبتفرز منين أصلا الكورتيزون. الكورتيزونات بتفرز تقريبا من الكورتيزون اللي هي الكورتكس بتاع الأدرينال جلاند، قشرة الغدة الجذعية بتاع الأدرينال جلاند، نسبة منها ونسبة منها بيفرز من أجزاء تانية. إيه أهميتها؟ أنتي إنفلاماتوري، مضاد للإنفلاماتوري، أنتي أليرجيك، أوتو إميون ديزيز. بص، هي دي الكورتيكوستيرويد اللي ليها المفروض تكون محاضرة لوحدها، لكن هو اداك هنا سلايد واحدة، سلايد واحدة بس. فهي انتي انفلاماتوري، لان الانفلاميشن يا شباب اصلا بيجي ازاي؟ عن طريق بروستاجلاندين زي ما قلت لك، وعن طريق حاجات اسمها انترليوكن في الجسم، المواد دي بتفرز في الانفلاميشن، وبالتالي الجسم بيعمل اللي هي الانفلاميشن اللي بيحصل اللي بنشوفه. فاحنا لما نظبط مناعة الجسم فهنقلل الانفلاميشن. طب انتي اليرجيك، الحساسيه، الاليرجيك اصلا عباره عن مواد زي الهستامين، ومواد بتحصل من الماست سيل، دي مواد الحساسيه، فهو بيجي عند الماست سيل وبيمسك فيها، فكده منع الاليرجي. طب اوتو اميون ديزيز، لان هو اصلا بيثبط البي سيل، المناعه البي سيل اللي هي بتفرز الانتي بادي والكلام ده، بيثبطها وبيخليها تهدى، يعني ما تعملش الحاجه دي. السايد افكت طبعا سولت اند ووتر ريتينشن هايبر تنشن. يعني ايه سولت اند ووتر ريتينشن؟ يعني الكورتيكوستيرويد بتحبس البول، بتحبس الحرارة. ليها ميكانيزم على فكرة، ليها ميكانيزم. في جدول ملخص لي الكورتيكوستيرويد دي كلها في حتة واحدة، والشغل بتاعها ازاي، السايد افكت بتاعها، واديها امتى وما اديهاش امتى. الجدول ده انا هبعته لكم على الجروب للاطلاع، لكن انا عايزكم بس في الاستاد دي علشان ما تتوسعوش جوه والفرمه تجيله شويه عليكم، احفظ الحاجات دي. هو بيستخدم انتي انفلاماتوري، انتي اليرجيك، اوتو اميون، وسولت اند ووتر ريتينشن. يعني هو السايد افكت بتاعه سولت اند ووتر ريتينشن. واحد عنده هايبر تنشن اوعى تدي كورتيزون، واحد عنده هايبر جلايسيميا اوعى تدي الدايبيتس، اوعى تدي كورتيزون برضه، ولا هايبر جلايسيميا اوستوبيروزس، ليها برضه ميكانيزم وليها ازاي بيعمل حركه دي، لكن انا مش عايز اوسع في الحاجات دي. لو كل واحده على فكره لها تفسير، يعني كل واحده من دول لها تفسير معين. طب انا هقول لك قد ايه، وانت طبعا مطالب بسلايد، مش مستاهل الاستاذ اخش فيها حتى 10 دقايق. بيبتك السر، هتقول لي كيف؟ طب البيبتك السر ايش دخل الانتي انفلاماتوري والبيبتك السر؟ اقول لك والله ليها تفسير وليها محاضره طويله كمان في البيبتك السر والكورتيكوستيرويد خدناها، لكن كل واحده من الخمسه دول لها تفسير، وكل واحده من الثلاثه دول لها تفسير. تمام. انكريز ريسك اوف انفكشن، يعني هي بتزود ريسك اوف انفكشن، لان هي بتقلل المناعه. تمام. ونفس الفكره بتقلل المناعه في البيبتيك ألسر. هتقول طب الهايبوجلايسيميا، اقول لك لا، مش هوسع دماغك، لان هتقول لي طب ازاي ما ينفعش ادي لواحد عنده السكر وواحد ما عندوش السكر بنسبه قليله؟ كل حاجه ليها تفسير. اعذرني مش هقدر اقول عشان مش عايز اطول في الفيديو، لان المفروض المحاضره اكون خلصتها من الدور اللي فات. تاني نوع تاني اسمه سيداتيف هيبنوتيك. سيداتيف يعني حاجات المسكنات او المنومات او المهدئات، زي ايه؟ الديازيبام. تمام. زي ايه الديازيبام؟ مديك حاجه برضو اسمها انتي هيستامين، الحاجات اللي مضاده للهيستامين، مش تبع السيداتيف ولا تبع الكورتيكوستيرويد على فكره، زي الاتش 1 بلوكر يوزد ان اليرجي، وعندك اتش 2 بلوكر. دي ممكن يسالكوا فيها ازاي، يقول لك اتش 2 بلوكر اللي هو راتيدينين، ده هو يوزد ان بيبتيك السر، رانيتيدين، رانيتيدين ده اسم التجاره بتاعه، ولوراتيدين ده اتش 1 بلوكر وده اتش 2 بلوكر، ده يستخدم في الاليرجي وده يستخدم في البيبتيك السر. دول على فكره، على ما اعتقد، مش سيداتيف، على فكره مش سيداتيف، دول انتي هيستامين، حاجه تبع الحساسيه، والله اعلم. هو السيداتيف هيبنوتيك انا اصلا مش عارف، يعني هو دخل لك هنا في الكورتيكوستيرويد، والمحاضره اصلا ما ينفعش تستحمل كورتيكوستيرويد، حط في دي محاضره لوحده، حط دي محاضره لوحده، اللي هو زي الديكس على فكره، ديكس ميسازون. على ما اعتقد كده المحاضره ان شاء الله هتكون وضحت. الجزئيه الثانيه دي مش مهمه قوي على فكره، بس انت برضه لازم تفهم الكونتر انديكيشن بتاع الكورتيكوستيرويد، اللي هي هايبرتنشن ودايابيتس اوستيوبرودز. تمام. اللي من تحت دول والله فاض معاك وقت ذاكرهم، ما فاضش معاك وقت، هم الثلاث السطور دول ما فاضش معاك وقت ما تذاكرهمش، يعني مش مهمين قوي يعني على فكره،
يعني انت اصلا ما جبت لي محاضره تاني وحطيت لي سلايدين، انت ما تدينيش حاجات افكار. ويعرف اليوز دي بتاع الكورتيكوستيرويد زيها زي بالظبط اللي هي الباراستامول اللي هي انتي انفلاماتوري انتي اليرجي، وحط معاها اوتو اميون ديزيز، حط معاها اوتو اميون ديزيز، ودول كونتر انديكيشن بتاعها. بس دول الحته اللي انا بديت اكروت فيهم لان هم مش مستاهلين، وعايزين احط في تفاصيل ده اللي يعجب. اتمنى تكون وضحت الجزئيه اللي باقيه، والسلام عليكم ورحمه الله. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. النهاردة إن شاء الله هنشرح محاضرة الفارما اللي هي البارا سيمباسيرو، البارا سيمباسيرو تمام، اللي هي تبع الفارما تقريبا الأخيرة. أنا حبيت أخد دي لأن هي سهلة، علشان ما سد يعني الأولى هتبقى أصعب عندي، فأنا خفت أبدأ بيها ممكن تكون صعبة عليكم، فانا قلت ابدا في دي سهله شويه بحيث تحفزك الموضوع واديك بالمره الفكره العامه، وابدا بدي يعني سهله شويه، وان شاء الله هناخد نص ديكي او ثلاث ارباع ديكي كمان النهارده، وبرضه هنعيد على ديكي تاني للتكرار يعني. فنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف رسول الله سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين. اللهم لا علم الا ما علمتنا اياه، سبحانك انك انت العليم الحكيم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، واجعل الصعب اذا شئت سهلا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين، ها قد رحل رمضان، يلا الحمد لله بنودع فيه. نتكلم في النيرفس سيستم، يعني ايه النيرفس سيستم، يعني ايه الباراسمباثياوي. نيجي نتكلم عن الجهاز العصبي. الجهاز العصبي في الجسم كله عموما عباره عن ايه؟ عباره عن جهاز عصبي مركزي سنترال، وجهاز عصبي بريفرال يعني طرفي. الجهاز العصبي في جسمنا يتكون من سنترال مركزي وبريفرال تمام. السنترال بقى يتكون منين؟ يتكون من البرين والسباينال كورد، المخ والحبل الشوكي تمام خالص، ده السنترال ده الاساسي. طب البريفرال اللي هو الطرفي يتكون من السوماتيك اللي هو السكليت المصل اللي هي العضلات اللي هي الحركيه بتاعت ايدينا وكده، وعندي جزء اسمه اوتونوميك. اوتونوميك يعني الحاجات الداخليه اللي هي الاوتوماتيك اللي بتشتغل لوحدها اللي انا مش بتحكم فيها. عندي حاجه اسمها بارا سمباساوي وعندي سمباساوي، هو اسمه كده النيرف قسموها لكده بارا سمباساوي وسمباساوي. يبقى احنا بنتكلم على النيرف سيستم. النيرف سيستم عندي سنترال وعندي بريفرال، عصبي سنترال مركزي وطرفي. المركزي في البرين والسباينال كورد، البريفرال في السوماتيك والاوتونوميك. الاوتونوميك في عندي بارا سمباساوي وسمباساوي، دي كلمه سمباساوي معلش البتاع مش واضح، بس دي سمباساوي ودي بارا سمباساوي. السمباساوي يطلق عليه الادرينرجيك، يعني ايه ادرينرجيك؟ يعني هو بيشتغل عن ماده اسمها نيورو ترانزميتر اللي هي النقل العصبي النور ادرينالين، لذلك اسموه ادرينرجيك. طب والباراسمباثاوي اسمه التاني الدلع بتاعه كولينرجيك، لان هو بيشتغل بالماده النيورو ترانزميتر اسمها اسيتيل كولين. يعني ايه؟ هوضح لك تحت. يبقى احنا بس خلينا نفهم التقسيمه دي، يعني يبقى انا عندي باراسمباثاوي وعندي سمباثاوي، ده اسمه ادرينرجيك اللقب بتاعه الدلع، وده اسمه باراسمباثاوي. طيب السمباثاوي احنا بنتكلم عن النيرفات يا شباب، السمباثاوي ده لما بيشتغل على الخلايا، لما بيجي مثلا يروح للجي اي تي ولا بيروح للعينين، هل في حاجات بتستقبل الماده العصبيه اللي هي النور ادرينالين؟ مثلا حاجه زي الهرمونات كده لازم لها مستقبل، هل ليها كده؟ ايوه. في اسمهم ايه؟ اسمهم الفا وبيتا. الفا لها نوعين، واحد واثنين، بيتا لها نوعين، واحد واثنين. احنا ده هناخدها المحاضره اللي جايه ان شاء الله، بس احنا خلينا في الباراسمباثاوي. الباراسمباثاوي احنا قلنا كولينرجيك لان نيورو ترانزميتر، وانا هشرح لك يعني ايه نيورو ترانزميتر، اسمه كولينرجيك. في تاني في ريسبتورات تستقبل اكيد، انا مش هيفرز في الدم وخلاص. في عندي ريسبتور اسمه ماسكارينيك هنا، وفي عندي اسمه ايه نيكوتينيك، ماسكارينيك ونيكوتينيك. يبقى كل واحد فيه نوعين. نقول تاني، ادي عندي النيرف سيستم الجهاز العصبي، عندي سنترال وبريفرال، البرين والسبينال كورد، والسوماتيك والاوتونوميك. باراسمباثاوي وسمباثاوي، كولينرجيك ادرينرجيك، ده اسيتيل كولين الماده الفعاله بتاعته اللي هي المعظم بيتكونها، والنيورو ترانزميتر هشرح لك يعني ايه، والادرينرجيك يعني نور ادرينالين. هقول لك الوقت اللي الصيد اللي جاي ان شاء الله يعني ايه الماده دي. انا عندي طبعا السنترال بيسلم البريفرال، السنترال بيسلم البريفرال يعني يعني المخ مثلا يفرز اشاره اللي انا احرك ايدي لفوق لتحت، احرك راسي كده او كده وهكذا، فهو اللي بيسلم. فانا تخيل هنا كده المخ مكان البتاع اللي انا بشرب كده هنا، فالمخ مثلا راح راسي الاشاره لدي ولدي 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 كلهم هنا، ده كده الحته الكبيره اللي انا مجازا كده برسمها، ده المخ. فتمام، فراح راسل اشاره عصبيه على هنا، يعني مثلا حرك ايد، فدي تستقبل الاشاره هنا
ما طبعا مشوار طويل لازم يتجزأ، عشان لو حصل قطع في حتة مش كل حاجة تبوظ، فلازم يتجزأ. فدي هتاخد الإشارة هتنقلها على العضلة، تمام كده. الإشارة دي عبارة عن إيه؟ عن نواقل عصبية، عن مواد كيميائية. يعني مش تفتكر اللي هي أيوة كهرباء، بس هي تفرز في النهاية الكهرباء، تمشي تمشي تمشي. لما توصل الكهرباء لحد هنا، في مواد هنا بتبدأ تفرز، لأن يعني مش بتنتج الكهرباء، بتفرز على هيئة مواد. يبقى المخ هنا أفرز مادة كيميائية، تنتقل هنا المادة الكيميائية، تنتقل في السيل بودي هنا على هيئة صورة كهربية. طب نتعرف على الجزء ده، اسمه ده النيرون، اللي هو النقل العصبي، اللي هو النيرف، اللي هو العصب. يتكون من سيل بودي، سيل بادي، واكزون، وتيرمينال. سيل بادي واكزون وتيرمينال. السيل بادي ده مثلا بيستقبل من المخ، المخ يجي جايب هنا كده يقول له حرك للايد، يدي له اشاره، فدي تستقبل الاشاره من هنا، تبعتها كهربا كهربا لحد هنا، الكهربا تيجي مفرجع حاجات هنا زي الحويصلات كده، فتطلع المواد دي اللي احنا كنا بنقول عليها الحويصلات اللي هي موجوده في ثالثه سنه وكده يعني. فالماده الكيميائيه دي تطلع من هنا، فتروح على المصل، فالمصل يحصل له كونتراكشن ريلاكسيشن وهكذا. تمام لحد كده؟ تمام. طب ايه هي الماده اللي بتفرز هنا؟ اسمها اسيتايل كولين. عرفنا يعني ايه اسيتايل كولين؟ هتقولي طب ما احنا في السوماتيك، ما انا بقول لك اهدى عليا شويه. عرفنا ميتا يعني ايه اسيتايل كولين وليه ادرينرجيك وكولينرجيك؟ لا، بس احنا عرفنا فين الاسيتايل كولين بتفرز، قبل المصل. نبدا للتقسيمه بتاعتنا، احنا مالناش دعوه بالسوماتيك، خلينا في السمبثاوي والباراسمبثاوي. المخ اهو راح راسل للسمبثاوي اشاره، بيقول له مثلا روح اعمل اي حاجه، روح مثلا وقف هدي حركه الجي اي تي. السمبثاوي هو بيهدي حركه الجي اي تي، يعني ما تخليهاش تهضم بسرعه، يعني مثلا يتنفس بسرعه. السمبثاوي ده بتاع الخوف، فتمام ده هياخد الاشاره من هنا كويس خالص. طبعا احنا عارفين التفرعات بتاع الاوتونوم الكبيره قوي يا شباب، يعني عندي كام عضو؟ عندي مش كل حاجه. المخ مثلا انا ما هشغل السمبثاوي، مش هيبقى فيه سمبثاوي مثلا للجي اي تي بس اللي هو بتاع الاستومك، ولا واحد، ولا مثلا هيبقى بتاع العينين واحد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما اجي بشغل السمبثاوي مش واحد لواحد، لا ده واحد لعشرة. يعني لما انا افعل السمبثاوي من الحته دي يروح اشغل لعشرة. طب ليه هو كده؟ سبحان الله، يعمل اللي يوقف حركه الامعاء شويه يهديها، ويعمل حاجه في العينين هنعرفها، ويقلل التنفس، كلهم مع بعض بيعملهم لوكشه واحده. طب ما بيعملش ليه حاجه حاجه؟ ما ينفعش. هو سبحان الله كده السمبثاوي بيشغل اكتر من حاجه، على عكس ده بيروح على طول على العضله، لكن ده يقول لك استنى انا هعمل كذا حاجه، يبقى انا لازم اعمل تفرع هنا اسمها الجانجليون. هنا انا هسلم الاشاره بتاعتي هنا، وهيبقى كذا واحد يمسك فيا من هنا ويفرعوا لي الاشاره، فدي اسمها جانجليون. انا بقول هنا ليه دي جانجليون؟ يبقى اللي جاب ليها اسمه بري جانجليون نيرف، وهنا وهنا اسمه بوست جانجليون نيرف. تمام. تاني، المخ هنا بعت اشاره، الاشاره دي استلمها العصب ده، فده احنا بنتكلم في الاوتونوميك، مش واحد يسلم لواحد زي فوق، لا ده واحد ممكن يسلم لعشرة هنا. فالواحد ده هيبدأ يبعت الإشارة بتاعته، يبقى في عشرة هنا حواليه، واحد هنا واحد هنا واحد هنا وكل حتة. فدي اسمها التلاقي ده اسمه جانجليون، اللي جاب ليه اسمه بري جانجليون، واللي بعديه اسمه ايه بوست جانجليون. بوست يعني بعد. تمام كده. يبقى البري جانجليون ده بيفرز هنا كده، والبوست جانجليون بيفرز هنا كده. طب كويس. طب نشوف هنا الباراسمبثاوي نفس الفكرة اهو، ده البري جانجليون ده البوست جانجليون. تمام تمام. انا بس عايز اعرفك على الاجزاء، على الاجزاء. السمبثاوي مالكش دعوه بيه، مالكش دعوه بالتانية دي، خلينا في الاولى. السمبثاوي بيفرز الاسيتايل كولين وكده، يقول انا خلصت، ده اول ده اسمه البري، يقول انا كده تمام سلمت مشكلتي، سلمت الامر بتاعي. فالبوست يقول طب خلاص، ياخد الاسيتايل كولين ده تفرز الكهرباء كهرباء، يجي مش محولها يفرز، ما هذه كهرباء، الحويصلات اللي هنا بتطلع لي نور ابينفرين مش اسيتايل كولين. هتقول طب مش هي الماده دي بتنتج؟ لا طبعا، الماده دي بس بتحفز زي واحد بيخبط على الباب، فالكهرباء تنتقل 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 تفرج حويصلات تاني فتطلع لي نور ابينفرين. طب هنا اسيتيل كولين ينتقل ينتقل لحد ما يفرج الاسيتيل كولين. هتقول لي مش الماده دي بتروح من هنا؟ لا، ما هي دي مش ماسوره، دي كهرباء. اول ما بتدي الاشاره هنا الكهرباء بتعدي اي حاجه هتفرجها، سواء نور ابينفرين ابينفرين اي حاجه موجوده هنا. طب ايه اللي موجود في الحته دي؟ النور ابينفرين. ده احنا بنتكلم في السمبثاوي. يبقى البري جانجليون بيعدي الاسيتيل كولين. هعيدها تاني كده كده في الاجزاء عندك، انا عارف انا بتوسع لان عايز الفهم، انا غرض الفهم وان شاء الله مش هطول عن نص ساعه. فالاسيتايل كولين هنا كده يعدي الاسيتايل كولين من هنا من البري جانجليون اهو. طب البوست جانجليون بيعدي لي النور ابينفرين اهو. طب وهنا اسيتايل كولين هنا وهنا، احنا بنتكلم على البارا. تمام كده، عرفنا دي ودي مالكش دعوه بدي. تمام تمام. طب نكمل، عرفنا الاجزاء. تمام.
دي صورة يعني أوضح عشان تفكرك. أدي هنا الجانجليون وهنا أدي الجانجليون أهي، هي عينها بس الصورة أوضح يعني، بحس ملونة كده يعني مكت عينك. طيب لما تيجي تقول لي شايف حلوة اللي أنا عايزها دي والله، هتقول لي إيه البري جانجليون هنا؟ أقول لك شايف، بص بص بص، واحد طالع واحد طالع من هنا، شوف هيتفرع على قد إيه، شايف ده هيتفرع حين وهيتفرع حين وهيتفرع حين وهيتفرع حين، خد بال حاجتك معايا. بتاع العضلة صعب، بتاع العضلة يطلع من هنا يروح على طول على العضلة، احنا بنتكلم على السوماتيك ماليش دعوة بيه، بس انا بتكلم هنا. شايفين نقطة التلك اللي انا حاطط عليها السهم دي؟ هو مش ملونها عادي، هو ملوش دعوة، بس دي اسمها جانجلون ودي اسمها جانجلون، والنقطة دي اللي بيطلع منها كل حاجة اسمها جانجلون. اللي ما اسموش جانجلون اللي هو ده الأول واحد ده، ده مش بيعمل جانجلون ده، واخدين بالكم معايا؟ في استثناءات طبعا، بس انا بتكلم يعني ايه جانجلون، هقول لك لما تيجي في المحاضرة وقتها فين، واحدة واحدة. طب ناخد السمبساوي والباراسمبساوي، طب بيعمل ايه لما يروح للعضلة او العضلة دي، استغفر الله، لما بيروح للمواد الاماكن اللي بيروح ليها؟ هقول لك السمبساوي ده عصب ممكن يروح للعين، والباراسمبساوي عصب ممكن يروح للعين، بيعملوا ايه؟ انا جبت لك صيغة مقارنة انت مش مطالب بيها في المحاضرة دي، بس لازم تفهمها عشان تعرف هو بيتكلم عليه، وهتطالب كده كده بيها. بيجي هنا عند البيوب البؤبؤ العين ده، او احنا مسميه الذكر بتاع العين، بيعمل له في الباراسمبساوي كونستريكشن، وهنا دايليت، كل حاجة هنفهمها. ليه بيعمل لي هنا كونستريكشن؟ انت راجل هتنام هتريح، لان الباراسمبثاوي ده بتاع الانتخاب والراحه، فانت مش محتاج يعني البتاع البؤبؤ او العدسه تبقى كبيره عشان توسع الرؤيه، لكن انت هنا في السمبثاوي تخيل ان كلب بيجي وراك وهي لو طلق هيموتك او ديب، فانت عايز الولد بتاع عينك ده يكبر اللي هو البيوبل عشان يوسع لك مجال الرؤيه، فبيحصل فيه دايليت يعني بيكبر، اللي كل ما يحصل دايليت فبيوسع يوسع، زي ما كان واحد دايس في ده كده يقول اخ شويه هدي شويه فيسيب ايده فالمسافه تكبر. هنا كده شايف لما يبقى واسع الاسود ده قوي كبير ازاي، فبيهيئ لك رؤيه فانت بتعرف تجري، عرفنا دي. طب وهنا في الهارت الباراسمبثاوي انت هتنام طبعا، فبيهدي قلبك، اهدى شويه والشباب وريح نام. طب انت اهميتك ايه؟ ما انا هقول لك الوقت صلى على النبي. امال هنا بيزود، انت لما بتجري قدام الكلب يبقى قلبك ده بيطلع من جسمك، هتبقى خلاص فصلت. طيب التنفس بقى، التنفس هنا فيها حاجه عجيبه طبعا، انت هتقول لي الاير واي هنا هيحصل ليها، خلي بالك انا بتكلم عن الاير واي يعني مجرى التنفس مش اللنج نفسها، هيحصل ليها كونستريكشن وهنا هيحصل ليها دايليت. طب هنا انت بتجري فعايز مجرى تنفس واسع ولا ضيق؟ اكيد هاخد نفس كتير، فانا عايز حاجه تبقى مواسير، مش بتاع ده، انا عايز مواسير احط منها الهواء، ده انا بجري عايز تنفس كبير، عايز يعني بجري يا شباب. لكن هنا كده انت هتنام فبضيق لك المجرى بتاع التنفس، انت كده كده هتنام، فمش شرط نفتح مجرى التنفس، الاكسجين يدخل كتير فنطلعه تاني مش هينفع، فانت هنا عايز كتير، فهمنا دي. الليفر هو هنا بيستيموليت بايل، هقول لك ليه، لان اصلا هقولها في اللي تحتيها، طب معلش هقولها في الجي اي تي دي، هقول دي مع دي. هنا السويت جلاند في السمبساو، في السويت جلاند تخيل وانت بتجري فمش محتاجه حاجه بتعرق خلاص، انت بتجري وخايف فيبقى الواحد عرق شغال الله ينور، لما استاذ مثلا يكسفك لما يقولك جاوب وانت اكيد مش هتبقى عارف طبعا، فانت الواحد بتعرق هو كده سبحان الله. ماشي عرفنا دي. البلاد فيزل كونستريكشن، الباراسمبثاوي بيعمل له كونستريكشن، مفيش مشاكل مفيش مشاكل، رغم ان هي هقول فيها حاجه برضه، هقول فيها حاجه بعدين يعني، خلي الحاجات دي بعدين لان دي فيها توسع، ما علينا. خلينا نشوف الدايجستيف سيستم اللي هي مع اللي عليك، بيقول لي استيميليت اكتيفيتي، الباراسمبثاوي ده بتاع الاكل وبتاع الراحه، فانت كلب يشتغل البار عشان يشغل الدايجستيف سيستم، من ضمن اجزاء الدايجستيف سيستم طبعا الليفر، يبقى استيميليت بايل سكريشن، البايل دي عشان تفرز لي جوه الدايجستيف عشان تهضم الاكل، فهمنا ليه؟ طيب هنا كده انكريز ذا ريت اوف جلايكوجين تو جلوكوز، يعني ايه برضه؟ طبعا انا هحول الجلايكوجين لجلوكوز، ليه؟ لان انا عايز الجلوكوز عشان اجري، ده انا عايز اهرب، ده انا عايز افك يعني عايز اطلع من خلاص. طيب عندي هنا ما علينا بالادرينال جلاند، خلينا في الادرينال جلاند فيها حاجات يا شباب يعني شغل تاني والله، اللي نقولها سهله استيميوليت برودكشن، ان الادرينال جلاند اصلا بتفرز الادرينالين ونور ادرينالين اللي هم بيجروا اللي هم بتوع الخوف والفزع، يقول لك انت طلع عندك الادرينالين يعني بينشطك، ادرينالينك عالي يعني انت نشيط كده يعني. السيمبا بيعمل ايه في اليوترس؟ فبيعمل له استيميوليت، ماشي مش عليكم. اليورينري سيستم فبيعمل ريلاكس، يعني هو بيعمل ريلاكس، اقول لك انا ليه، لو حصل لليورينري سيستم ده كونستريكشن يبقى انت بتعمل حمام، ده بمعناها البلدي كده يعني بيعمل انقباض على اليورينري بلادر، فلما بيحصل انقباض انت بتنزل الميه تمام في ميل او ميل. طب ده في السمبثاوي، هل انت عايز وانت بتجري تعمل حمام؟ لا طبعا، فهو بيعمل ريلاكسيشن يعني بيديك مساحه اكتر،
يعني كل ما بيعمل ريلاكسيشن فالمساحة تزيد، فانت تتسع ايه يعني كم بول اكتر. هنا انكريز يورينري ماشي اوت بوت، يعني انت بتطلع البول بتاعك. اليوترس ما علينا، ده تاخدها ان شاء الله في النساء كده. البلاد فيزل ان شاء الله تاخدها في الهيماتولوجي، ولو ذكرت هشرحها لك، بس احنا عشان ما نتسحش. طيب فاكرين لما جينا هنا نقول ده هيروح للعضو هنا، وده المادة دي هتمسك في هنا، والمادة دي هتمسك في هنا. طب القلب ده هيستقبل المادة دي ازاي، او دي هتستقبل المادة دي ازاي؟ يعني الاستيل كولين ده هيمسك في ايه؟ الاستيل كولين ده هيمسك في هنا، هيمسك في، قلنا احنا قلنا لسه الريسبتور اللي هنا فوق هنا نيكوتينيك وماسكارينيك، ده المستقبل اللي هيمسك فيه الاستيل كولين. طب يعني ايه نيكوتينيك وماسكارينيك وموجودين فين؟ دي برضو توسع، بس عايزك تفهم الموضوع كامل، تتكلم بثقة كده. ماسكارينيك ونيكوتينيك الموقع بتاعه فين؟ الماسكارينيك ده في السموز ماسل اللي هي زي اللي عندك البلاد فيزل، لان ذلك احنا قلنا بلاد فيزل، وفي الجلاند، تمام، الجلاند اللي هي الغدد، والكاردياك ماسل القلب ام واحد ام بس سموز ماسل، وفي الجلاند ام واحد في الجانجليا، الجانجليا ده حاجه عصبيه ما علينا، وفي الجلاند ام اتنين في الهارت، الكلمه دي عامه نفصلها هنا. دي السكليتال ماسل والموتور، يعني الحاجات الحركيه اللي بتتحرك، اللي هي الحركه اللي انت ممكن تتحكم فيها، اللي هي ممكن تساعدك على كده يعني، وموجودة في الموتور اند بليت اللي هي بتاع المصل مش عليك، والجانجليا برضو لان دي مش عليك، لان انت ما انت في حاجات بيغذيها الاتنين، يعني ما تقوليش ده يبقى مش موجود ده، لا يا ده واخد بال حضرتك معايا. طب الافكت على الماسكارينك بتاع الباراسمباساوي لو اشتغل على الهارت بيعمل انهبيشن، اه بيعمل ايه على القلب، اه فين القلب، بيعمل ايه سلو هارت. لكن لما بيجي يشتغل على السموز ماسل بيعمل لها اكزايتنج، جات ما هقولها لك شاب، بص السموز ماسل بلاد فيزل كونستريكشن، بيعمل له كونستريكشن مش دايليتو، كونستريكشن مش دايليتو، تمام. لان هنا يا شباب في السموز ماسل، يعني هديك مثال، الجي اي تي عندك، الجي اي تي عندك عايزه تشتغل فعايزه ضخ دم. تخيل لو انت نايم وحصل لك دايليتور ممكن يعني يحصل، يعني تروح يعني خلاص مش هيتغذى، مش هيوصل الدم لاطرافك، فانت نايم في وضع يعني نايم في الوضع ده، فلو حصل لك دايليتور ممكن الدم يحصل ليه استجنيشن، يعني يتراكم. هي دي تفسير من عندي انا، الله انا بصراحه يعني هي دي اكزايتيشن، انا عارف اللي فيه ريسبتور هنا مختلفه عن بتاع الكاردياك ماسل، فبيعكس الاشاره، يعني هنا في ريسبتور غير ده، فده لما يحصل يطلع عليه الاستاتيك كولين هنا بيعملوا انهبيشن، فاهمه؟ ودي الاكزايتيشن بتاع السموث ماسل، يعني ريسبتور زي ده بس يعني يضاد الشغل ليه، اول ما يمسك الاستاتيك كولين فيه فبيعمل له اكزايتيشن. وفاهم ليه برضه؟ لان ده من ضمن التفسيرات اللي علينا، اللي كانت علينا، ان انت ممكن نايم ولو حصل لك دايليتيشن فبيحصل لك ايه اللي هي استجنيشن بتاع البتاع، يعني انت لما نايم رجليك عايزه ترجع الدم، فلو حصل دايليشن مش هتعرف ترجع الدم، فلازم يحصل لك كونستريكشن عشان الضخ يكون شديد، ملوش دعوه بالضغط. الجلاند اللي هو بيزود السكريشن، وهتيجي عندكم في البتاع وهشرحها لكم تاني. ان تو اكزايتنج سكليتال ماسل، يعني بيعمل لك اكزايت السكليتال ماسل بتاعتك، اكزايتنج ذا بوست، الكلام ده زياده شويه. طب انت عندك، هناخد ماده من ضمن الماسكارينك ريسبتور، ماده بتحفز الماسكارينك. طب بص، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، نعرف ان الانتاجونيست ده اللي هو الاتروبين، ولما يجي شكله عشان انا حاسس ان اتوسعت جاوي، يعني لما يجي مكانه هقول لك عليه. نخش بقى في المحاضره بتاعتك، اخر واحده دي وخلاص هننهي. تلاقي على فكره لما هتروح في المحاضره والله هتلاقيها انت بتشرح لوحدك، انت بتتكلم لوحدك. الكولينومايميتيك كولينرجي دراج يعني ايه؟ يعني دواء، عارفين فاكرين الاستيل كولين اللي بيمسك هنا فين؟ اه شايفين الاستيل كولين ده يا شباب؟ انا عايز ماده يا اما تشتغل زيه يا اما تزوده لي. ما انا عايز سمباسوميميتك، يعني حاجه بتزود شغل الباراسمباساوي، والباراسمباسوميميتك يعني حاجه بتزود شغل الباراسمباساوي. انا هجيب ماده هتزود شغل الاستيل كولين، ممكن يكون عندي الاستيل كولين في ضعف نقص قليل، هجيب ماده تزوده، تمام. طب هشتغل ازاي؟ هشتغل باكتر من طريقه، تعال نشوف كده. كولينوميميتك كولينرجيك دراج، عندي دايركت اكتنج واندايركت اكتنج، يعني ايه؟ يعني الماسكارينك وعندي نيكوتينك، كولين استر وعندي الكالويد، تمام. يبقى انا عندي الدايركت اكتنج يعني مباشر بيشتغل على، بيروح على طول على الريسبتور يمسك فيه،
يعني كأنته أسيتيلكولين، كأنته أسيتيلكولين. زي إيه؟ عند ماسكارين كونيكوتينيك على حسب الريسبتور، فعند المادة دي اسمها كولينستا دراج، والكالويد اسم دراج كده برضه يعني مادة قلوية. تمام، المادتين دول بيمسك في الماسكارينك ريسبتور. طب بيعملوا ليه؟ بيعملوا له الشغل اللي ماسك في الماسكارينك. يعني شايفين الماسكارينك ماسك فيه في السموز ماسل، في الجلاند، في الهارت، وهنعرف المحاضرة خلالكم. وعندي النيكوتينيك اندايركت، عندي مادة اسمها الادروفينيوم، الادروفينيوم ايوه، والكارباميت، والاورجانوفوسفيت او الجانوفوسفورس. ده شورت اكتنج يعني سريع، ده انترميديت، ده فيري لونج. كفايه كده ونخش في المحاضره وانا هوريك يعني استمتاع. انا قلت لك نص ساعه، ان شاء الله مش هنكمل نص ساعه. بص يا سيدي، الباراسيم بس هو ان اس منتين، احنا قلنا دايجستيف اند اليمينيتيف ويست، يعني هو بيخليك تهضم ويطلع لك المواد الاخراجيه الجي اي تي. ماشي، ريست اند دايجست يعني الراحه والهدوء، وقلناها كولينو مايميتك دراج، عرفنا معناها ايه. يقول لك استيموليت مين لي باي ريسبتور ماسكارينك ونيكوتينك، والله قلناها. كلاسيفيكيشن، كلاسيفيكيشن دايركت اكتنج اند اندايركت اكتنج، ولسه جايلها لك في السلايد. الدايركت عندي كولينستر والكالويد، وعندي الاندايركت اللي هي انتي كولينستريز. هقول لك يعني ايه دي، بس اكفل عشان البتاع اللي بيعمل ده هنا. لحظه يا شباب، معلش يا شباب قطعت حبل افكاركم، بس البتاع ده ان شاء الله هنفطر بيه بكره، خلصانه ان شاء الرحمن يعني. فاحنا كنا بنقول دايركت يعني كولينستر والكالويد، اهي كولينستر والكالويد. طب والاندايركت؟ اه اديكم شايفين دول هم هو بس بيجيب لك ايه اسامي دواء. الدايركت زي الناتشرال، الناتشرال يعني ماده طبيعيه زي الاساتيل كولين طبعا، والسينثيتك يعني ماده مصنعه زي الثلاثه دول، هناخدهم في مقارنه تحت. والالكالويد زي ده الماده بيلو كاربين، ماشي بيلو كاربين دي اسم دواء، ما علينا. عندي اندايركت بقى، عندي ريفيرسابل انتي كولينستريز، اه دي لازم نفهمها. شايفين هنا، هنا كده الكولين، هنا كده اسيتيل كولين بيفرز. طب لو طلع بزياده، او عندي ماده انا اسمها كولينستريز بتكسر لي الاسيتيل كولين، لو نفتكر اكيد هنفتكر في ثالثه ثانوي، يقول لك بعد ما يطلع الاسيتيل كولين شغله يمسك في الريسبتور، فبعد ما يطلع يبدا يرجع تاني، فلو زاد القلب هيشتغل بسرعه، فلازم يطلع ماده تكسر الاسيتيل كولين. علشان بعد ما يتكسر يتحول لمادتين، المادتين دول الكولين والاستر، يرجع ورا يرجع تاني اعاده، لو نفتكر في ثالثه ثانوي، فلازم ماده تكسر الاسيتيل كولين. فانا الوقت عايز ازود الاسيتيل كولين، يبقى همسك الماده دي وهكسرها اللي هي الكولين استريز، هقول لها مالكيش دعوه بالاسيتيل كولين، انا عايز ازوده، فاحنا ما نتلخبطش. زي ايه؟ عند ريفيرسابل يعني الماده دي ممكن ترتبط، يعني تمسك في الكولين استريز وبعد كده تسيبه، يعني ريفيرسابل يعني مش هتبوظه، لان يعني الانزيم انا عايزه، انا مش عايز الاسيتيل كولين دايما عندي، لكن عايزه في اوقات معينه. فهي الماده دي هديها تمسك في الكولين استريز، تقول لها استني ما تكسرش شويه، بعد كده تسيبه. في ماده مش هتسيبه رخمه بقى تمسك فيه، فمش هتسيبه، ممكن يحصل عندك يعني يحصل عندك مشاكل. زي ايه؟ انسكتسايد اللي هي مبيدات حشريه، نخلي بالنا منها جوه يا شباب. انا عايزك تكتب، عايزك تكتب انسكتسايد السايد افكت بتاعها لو واحد يعني استنشق او كان الماده دي، واعرفها لنفسك. بس دي الماده دي اديك خدت فكره، الريفيرسابل انتي كولين ستريس. عندي الماده دي عندي رابيدلي اكتنج اهي، وزي وسلولي اكتنج يعني سريعه تشتغل سريع، وعندي سلولي اكتنج. الدروفينيوم اللي احنا قلناه ونيوستاجمين، اعرف دي نيوستاجمين ودي، تمام. وهل اللي احنا قلناه نخلص؟ ما احنا على فكره انا قلت لك نص ساعه، خلصانه والله. احنا قلنا يعني ايه البوست جانجلون، والله عرفنا البوست جانجلون اللي هي ما بعد اللي هي الباراسمباثياوي. لو تلاحظ الاسيتيل كولين في البوست جانجلون فين؟ اه اه اسيتيل كولين في البوست جانجلون فين؟ في البارا. طب هنا لا، احنا قلنا هنا نور ابنفرين بقى. طب والبري يطلع من الاثنين السمباثاوي والبارا، تمام، عشان تبقى واخد بالك ايه معايا مصحصح كده. شايف البري البوست سيمبا والبارا. طيب احنا قلنا الماسكر، اه جينا بقى في حكايه الماسكارينك اللي انا كنت بشرحها. الاي قلت لك هتضيق في البرسم، مش هرجع، ارجع انت عشان نخلص بسرعه. قلت لك الاي بتبقى نقطه كده بترفع، لان يعني انت في البارة هتنام، فلما هتنام مش عايز عينك تبقى يعني البوجو يبقى عالي. مايوزس اسمها كده، الحركه دي اسمها كده. عندك ايموشن اللي هو ايموشن واو، لما تدوس عليه كده في التيلي او في اي حته البؤبؤ بتلاقيه يضيق، نفس اللي بيحصل عندك لما بيحصل بيضيق شويه كده، نفس الفكره. فيكس اكوموديشن فور نير فيجن، الشغله دي لما يضيق ممكن تحصل اثناء النير فيجن، اثناء الرؤيه القريبه، يعني حاجه في علم العيون احنا خدناها في السي ان اس كبيره، يعني ترى علم واسع جو،
اكوموديشن يعني هو التكيف، التكيف لرؤيه، الرؤيه البعيده والرؤيه القريبه. فالبرس مثلا هو المسؤول عن الرؤيه القريبه عادي يعني. لاكريميشن انا بيزود لي اللاكريميشن، الدموع بيقلل لي الانتر اوكيولار بريشر. هتقول لي كيف بيقل ويزود؟ اقول لك لا لا مالكش دعوه، هو بيزود السليفيشن بتاع اللاكريميشن الدموع يعني، والانتر اوكيولار بريشر بيقلل لي ضغط العين. السي في اس احنا قلنا بيقلل، البلاد فيزل احنا قلنا اللي هاي قلت لك هيبقى فيها كلام، فازو دايليشن. رغم ان هنا بقى، ودي الجمله دي انا مش قادر اجيبها من مصدر يعني موثوق منه، بيعمل لي كونستريكشن. الله اعلم هنا عندكم. طب تعال نكمل، تعال نكمل. طيب فازو دايليشن اند هايبو تنشن ثرو ذا ستيميوليشن اوف ماسكارينيك ريسبتور ان ذا اندوثيليال سيل. طب هل انا بتناقش معاكم على فكره، هل الماسكارينيك ريسبتور السموز ماسل، هل الماسكارينيك ريسبتور بيعمل انهيبيشن وبيعمل دايليشن؟ لا، يعمل اكزايتنج ذا سموز ماسل، دي جملتي، يعمل اكزايتنج ذا سموز ماسل وبيعمل يعني كونستريكشن. ده اللي انا اعرفه واللي انا جبته من هنا، فرجاء يعني توجه للدكتوره في الحته دي. لكن لو عايزين اقول زي ما انتم موجودين مفيش مشاكل، البلاد فيزل فازو دايليشن. هل انا ممكن غلطان؟ والله اعلم برضه. طبعا يا شباب معذره، من ضمن الحاجات اللي يعني بستفاد منها وانا بشرح ليكم، زائد مثلا الحاجه اللي بنوضحها مع بعضينا اللي انا برضه بستفاد يعني، وجل من لا يسهو محدش يتكبر على العلم. في البلاد فيزل دي انا فعلا لما بحثت في البدايه وديكم شايفين كانت فعلا بحث اللي هي الكونستريكشن تمام، فانا قلت ممكن انا كنت فاهم غلط، انا كنت فعلا عارف السمباساوي يعلى الضغط والبري يوطي الضغط، دي اللي انا صراحه كنت عارفها. بس لما بحثت مصدر تاني والصوره دي من مصدر تاني لقيتها يعني برضه نفس النظام اكزايتنج ذا سموز ماسل، فقلت خلاص يبقى انا ممكن غلطان. لكن لما لقيت المحاضره هنا رحت كتبت بقى يعني بحثت حاليا الوقت عنها لما قطعت الفيديو، لقيتها الفازو دايلاتيشن مسؤول عنها الباراسمباثيكوم، هو جل من لا يسهو يعني محدش كبير على الغلط وكلنا بنتعلم. فالحمد لله ان انا برضه معلومه صححتها عندي يعني الحمد لله. فمعذره ان انا كنت توهت حد فيكم وانا اسف، وان شاء الله لو عرفت اطلب من اي حد يقطع الجزئيه دي هحاول، ان طلع زي ما هو كده يبقى اكيد ما اتقطعتش. فنكمل البلاد فيزل احنا قلنا هيعمل فازو دايلاتيشن هيعمل، وهايبوتنشن هو كمان المسؤول عن هايبو ضغط، وده خلال المسكرانيك. معلش انا اتلخبطت الزبون انا اسف. الجي اي تي بس كله صح الحمد لله يعني ان شاء الله الرحمن. الجي اي تي والله ما بهبل، بس هو المصادر اللي انا جبتها الظاهر يعني الحمد لله مش موثوق قوي فيها يعني، ومعلومات والله انا حتى كنت شاكك فيها بس قلت ان شاء الله هحاول اعرفها تاني، والحمد لله برضو الواحد لحق نفسه. الجي اي تي بتزود الموتيلتي يعني احنا قلنا بتزود الشغل بتاعها عشان تهضم. التون يعني النيرف بتاعها يعني لما ازود التون على حاجه يبقى انا بغذيها نيرفات اكتر. اند ريلاكس ذا سفنكتر، اكيد هعمل ريلاكس ذا سفنكتر لان لما طبعا خلصت الاستومك الشغل بتاعها الخض والعجل، فلازم السفنكتر يبقى ريلاكس يتفتح علشان لما ادوس تضخ الاكل للحته اللي بعديها. فمش معقول يبقى السفنكتر مقفول وانا شغال، طب هصب فيه، لازم يعني حاجه تسلم حاجه. البرونكاي انا كده بزود التون عليها يعني زي ما قلت لك انا بزود البرونكاي يعني بس بوسعها مش بعملها كونستريكشن، بوسعها. ايه ده يا جدعان، يا استغفر الله العظيم، لو بزود التون بعملها كونستريكشن، استغفر الله العظيم يا رب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا في البارا، احنا في البارا سمبساوي، في البارا سمبساوي لما نيجي ننام احنا قلنا بنكفي، فبزود التون معاها فعلا، التون لما بيزيد بيحصل كونستريكشن. على حسب، على حسب، حتى شايف ان الجي اي تي لما حصل فيه تون اشتغلت، وهنا البرونكاي لما يحصل فيها تون اشتغل، استغفر الله العظيم يا رب، معلش على اللخبطه دي يا شباب. الاكزوكراين جلاند البروفيوز اند ووتر سكريشن، ماشي اللي هي بتعمل لي الووتر سكريشن حاجات الووتر زي الاكزوكراين، هنا المفروض كان يكتب لك زي السليفيشن لان هي بتاع البوره، المفروض هنا كان كتب السليفيشن، دي متاكد منها وبحثت عنها بقى. لا دي بحثت عنها، معلش المفروض هنا تبقى السليفيشن بس، ماشي الووتر سكريشن يعني. انا برضه جريت حته كده بيقول لك ايه، ان اثناء الجري بتلاقي يعني العرق بتاعك مثلا مركز يعني الميه في جليله، لكن اثناء مثلا النوم والكلام ده تلاقي العرق بتاعك يعني في ميه وكده، الله اعلم. بس هنا الادق تبقى سليفيشن عادي يعني. اليوترس زي ما قلناها كونتراكت نون بريجننت يعني بيعمل لي كونتراكشن في الواحده اللي مش حامل، وشافها شغل تاني هناخدها ان شاء الله في النساء عشان ما نطولش، وبرضه هنعدي ال 30 لان الواحد اتلخبط شويه. دي اخر سلايد واللي قبل الاخيره، ناخد الثلاث ادويه اللي هي النيكوتينيك اكشن. احنا خدنا الماسكارين، هناخد النيكوتينيك اكشن. النيكوتينيك بيعملوا لي اللي هو الشغل اللي هو موجود هنا اللي هي التويتشز والهايبرتنشن والموتور اند بليد. تعال نشوف هيعملوا ايه علشان ما نتكلمش ونقول كلام على طول.
الميثاكولين، الميثاكولين ده الدواء ده الادمنستريشن سبكوتينس. على فكره الجدول ده عطاء ضعيف اللي انتوا بتسالوا فيه، بس ممكن يسالكوا فيه. وده سبكوتينس وفي في اي اي دروب للعينين، سبكوتينس واي دروب. ده ترو كولينستريز، يعني ده ترو، بيبقى في عندي ماده منه سينثيتك هنا ترو، بس هو سي اي ترو اونلي اللي هي كولينستر اونلي. لكن ده هو ده نط مش تبعها، دي ملكوش دعوه بيها اللي هي الترو والسينثيتك والكلام ده. لو جاب لكم في الامتحان صعب، يعني صعب يجيب لكم حاجه زي كده، لكن اعرف ان هو ده الميتابوليزم كولينستر اونلي اللي هو الترو، اللي هو في عندك يا اما ترو يا اما سينثيتك، او يا اما ترو يا اما سودو يعني كاذب شبهه، يعني شبهه انا قصدي، لكن دول نط. تمام. الديناميك عايزك تعرف ده بس، اللي هو ده بيشتغل على كله ما عدا ده، ما بيشتغلش على النيكوتينيك، ما بيشتغلش على الريسبتور ده، لكن ده بيشتغل على كله، ده بيشتغل على كله، لكن ده ما تقوليش ده واحد واجل وكتير، لا لا، بس هو عارف ده بس، والباقي بيشتغل على كله. السبيسيفيك بقى اللي انا عايزك تركز عليها الكارديو فاسكولار سيستم والجي اي تي، والجي اي تي والرينال بلاتر. الكارديو فاسكولار سيستم ده بيعالج لي حاجه لو حصل لك بروكسيمال اتريال تاكي كارديا، دي حاجه بتحصل في الاذين، تاكي كارديا بيحصل فيها حاجه كده، فانا لازم يعني تاكي كارديا يعني السرعه، الاتريال بيبدا يرعش بسرعه كده، فانا ادي له حاجه تهديه زي ايه عند الماده دي اللي هي ايه الميثاكولين. تمام. البريفرال فاسكولار ديزيز، لو حصل بريفرال فاسكولار ديزيز طبعا الدواء ممكن يبقى ليه اكتر من اكشن، اكتر من اكشن، وهنا بيأثر لي السبيسيفيك التخصص بتاعه على ايه، على الجي اي تي والرينال بلادر. طبعا احنا عارفين بعد ما نعمل العمليه لازم نتاكد ان العيان ده يعني طلع اخرج ريح، يبقى كده الجي اي تي شغال. طب ممكن حصل فيه شلل او حاجه او ما خرجش ريح لفتره معينه، نديله الدواء ده. تمام. هي بوست اوبراتيف بعد العمليه. يورينا ريتينشن، لو واحد عنده يعني يعني احتباس في البول، احنا قلنا بتعمل سفنكتر ريلاكسيشن يعني بتريح السفنكتر، ممكن تعمل لحمام بعدها. هنا في الاي بقى يعني اعتقد احنا كارباكول دي شفناها يعني في الاي، لو واحد عنده ارتفاع ضغط عينه، وعينه حاسس ان هي ارتفاع الضغط فيها عالي، او بوست اوبراتيف باراليتيك ايليوس جاب عدوله ما هي يورينا بلادر برضو، اليورينا ريتينشن يبقى دي ودي واحد. تمام. تمام. بس انت عندك الجلوكوما، وهنا برضه ينفع تستخدم عشان ده الاي دروب، فما فيش فرق من ده وده يعني بسيط، بس ده اكتر تخصص، ده اكتر تخصص. ماشي ماشي، ما فيش مشاكل. نيجي بقى للجانو فوسفورس بويزنينج، واللي هي اخر نقطه في الموضوع ان شاء الله. معلش هنطول، ادوني بس 5 دقايق 7 دقايق تاني. الاورجانو فوسفورس بويزنينج هتقول لي يعني ايه الماده دي، هقول لك ما تقلقش، الماده دي اللي احنا قلناها هنا كده اللي هي تبع اندايركت اللي هي كولينوميميتيك، انا مش عايزك تتوه الماده دي. لو انت مثلا خدت منها دوز عاليه هيحصل لك ايه؟ لو اشتغل الماده دي على الماسكارينك، البين بوينت بيوبل هتبقى ظاهره اكتر، السكريشن هيزيد اكتر، البرونكوس باز ممكن تختنق، عندك الجي اي تي هيشتغل بسرعه، فبيحصل عندك فوميتنج وابدومينال كرام اللي هي يعني يعني توعكات في الجي اي تي، يقلل الضغط برضو، انا كنت غلطان في دي معلش، يقلل برضو الضغط تاني ها. تمام. ويقلل الهارت ريت. طب لو اشتغل على النيكوتينيك، انت عارف طبعا الماسكارينك وجوده فين، مش موجوده عليك بس عايزك تفهم يعني النيكوتينيك موجوده فين، يعني تعمل ايه في النيكوتينيك؟ ماسل ويكنس اند باراليسيس، يعني ماسل ويكنس لان هو هيجلد الدنيا خالص، فيحصل لي ماسل ويكنس وشلل. وانتر كوستال ماسل عند الدايفراجم، لان الدايفراجم بيشتغل عن طريق معظم عن طريق اللي هو السمبا والبارا. دي حاجات سي ان اس، كونفيوجن، كوما، ديبريشن، فازوموتور سنتر، ودي ريسبيراتوري سنتر. ديبريشن يعني بيقلل الفازوموت، يعني بيقلل الضغط، لان الفازوموتور سنتر ده موجود في المظله بيقلل الضغط برضه، كنت غلطان فيها كمان ده برضه. يلا الواحد بيصحح معلوماته الحمد لله، انا بقول كده عشان مش لوحدكم بتستفادوا، والله كلنا بنستفاد، انا اولكم بستفيد كمان، يعني براجع المعلومات وباكد عليها تاني. طب التريتمنت، واحد جيلي ده بالتسمم واتاكدت من كل المعلومات دي بعد ما عملت له تحليل والماده الموجوده في الدم بتاعه عرفت اللي هي الفوسفورس، خلاص اول ما تخش على طول يعني ده اول حاجه التنفس، انت بتشوف الحاجات اللي هي الفيرست ايد اللي هي النفس، لو في عند جرح كبير بينزف هسده، لو في هكذا هتدخل على طول النفس، ده حاجه اندوتراكيال تيوب، احط حاجه انبوبه كده تزود له النفس جوه التراكيه، ارتفيشال ريسبيريشن يعني تنفس صناعي. ابعد الماده دي مثلا لو كان في حاجه زي كده، انا في الاسعاف مثلا واحد موجود في مصنع فيه الماده دي تسمم بسببها، ابعده عنها وانضفه لان الماده دي ممكن تحرق والكلام ده، والفايتال سيستم اشوف الحاجات الحيويه اللي فيه بينزف او كده، اديله على طول اتروبين. شايفين قلت لك هتيجي اهي، ادي الاتروبين اهو الانتاجونيستا الاتروبين، لان الدواء ده بيشتغل ممكن يكون على الماسكارينك، فالاتروبين ده هو اللي هيعمل لي انتيدوت ليها، اديله على طول اتروبين. تمام. اتروبين
هو بيقول لك لحد ما يظهر الاتروبين توكسيك ساين، يعني لما تظهر اعراض الاتروبين. طب هي ايه؟ زغلول الناشفه حبس الجذع بالسريع، مايدريزس يعني مايدريس عكس مايوزس، عكس مايوزس مايدريزس، دراي ماوس يعني الناشفه، تاكي كارديا او السريع يعني زغلول الناشفه زغللت العين والناشفه دراي ماوس حبست يعني ريتنشن وجلوكوما زياده ضغط العين، ودي حاجات تبع الاتروبين يعني مالكوش دعوه بيها. بس هو بيقول لك لحد ما تظهر الاعراض دي ابدا ادي له اي في اتروبين لحد ما تلاقي الاعراض ظهرت، بدا العينين الحدقه بتاعته توسع، بدا الشغل بتاع الاتروبين دراي موسم بدا المفروض يبقى سليفيشن، لان احنا قلنا ها هتزود السليفيشن ها السكريشن، فهيبدا يقل السليفيشن اول ما بوجه ينشف من البتاع، يبقى خلاص الاتروبين اشتغل ان شاء الله والتسمم طلع من جسمه. طيب شايف يقول لك ايه؟ ات افكت اونلي ذا ماسكارينيك بات نوت نيكوتينيك. اها اتروبين ماسكارينيك، يعني استفدنا من الحاجات دي وخلاص. كولينستريز اللي هي اوبزيم، يعني الماده اللي يعني زي ما قلت لك الكولينستريز اللي موجوده في النيورو ماسكولار جانكشن، او انتي كونفالزنت يعني انا هقلل ليه اللي هي التشنجات لان ممكن يحصل مع التشنجات. نيجي بقى لاخر سلايد يعني ننزل انتي اللي هي البارا سيمباسولايتيك يعني تكسير، البارا سيمباسولايتيك يعني تكسير. فانا عندي انتي كولينرجيك دراج، مي بي انتي ماسكارينيك دراج اتروبين، يعني عندي كذا صنف انتي ماسكارينيك يعني حاجه مع الماسك، فاكرين انتوا على الدراج على الريسبتور نفسه، فبقفل الماسكارينيك تمام عن طريق الاتروبين قلناه، يا اما هقفل الجانجليو تمام، يا اما هقفل النيورو ماسكولار بلوكنج. يعني ايه برضو النيورو ماسكولار بلوكنج؟ عارفين انتوا النيورو يعني النيرف، الماسل يعني الماسل، ان ما بين الاثنين في مسافه كده، انا هقفلها مش هقفلها سده، لا همسك هخلي حاجه تمسك في الكولين في الاستايل كولين فما تخلوش يرتبط على المستقبل. طب هل انا كده اثرت على الماسكارينك؟ لا. طب انا اثرت على الجانجلونيك؟ لا برضو، بس اثرت على البتاع نفسه الاستايل كولين اللي هو ما يمسكش فين في اللي هي بتاع المصل، فانا عملت نيورو ماسكولار بلوك، مش اللي انا هفصلهم عن بعض هقطعهم لا طبعا. انت ماسكارينك بيديني مثال كلاسيفايد 2، عندي سينثيتك اتروبين، اتروبين مصنع، يا اما بلادون الكالويد. في الحته دي قعدت ابحث يعني ايه بلادون الكالويد، لقيت اللي هي معناها نبات الحسن، هي اسمها النبات ده، دي نبات يعني حاجه صنعه طبيعيه من النبات، ما هي يا اما ناتشورال يا اما سنسيتيك، دي اسمها نبات ست الحسن. فلما شفت يعني استعجبت قلت والله يعني ما هيش ست الحسن، لازم اشوف هي ست الحسن دي. فدخلت فللاسف طلعت سلاله من سلالات البازنجان، الحمد لله كلها نعمة ربنا. يعني الواحد هو الموضوع بيبقى اخره ايه؟ باذنجان. فانا شد من الموضوع ست الحسن والجمال، فهقول ايه؟ بحس يقول لك هي سلاله من سلالات الباذنجان، كانوا بيستخدموها الفراعنه زمان علشان اللي هي الحريم عشان تتسع حدقه العين، لان من ضمن صفات الجمال اللي هي العين بتبقى واسعه. وصفات الجمال دي كتبها واحد اسمه هيرودوت على معبد ابو سمبل، هم الصفات السبعه. طبعا دي هبداية، لا هيرودوت كتب ولا في معبد ابو سمبل، بس حاولنا ننهي بحاجه كده كوميديه وخلاص. ان شاء الله كده احنا خلصنا المحاضره، وحبيت اتوسع عشان لما اجي اشرح المحاضره اللي هناك هتبقى كل حاجه احنا جايلينها تبقى على السريع كده تمام. هي انا عارف سبع سلايدات ما تاخدش المفروض ربع ساعه، بس تبقى كاري الفيديو بس هرجع، بس عايزك تفهم يعني، ولسه الوقت ان شاء الله قدامي. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.